صباح الهنا والرزق والخير والنصر وكل حاجة حلوة على حضراتكم ونهاية الأسبوع 10 الصبح في الأهلي بحضراتكم. النهاردة الآخر يوم لوحدي إن شاء الله كريم، من يوم الحد هينضم لينا بعد يعني أجازة كانت سريعة برضو. طيب النهاردة خلينا ننوه كده في بداية الحلقة على الفقرات اللي معانا. هينورنا في الفقرة الأولى كابتن عادل تعيمة نجم الأهلي السابق، والفقرة الثانية هيكون معانا دكتور علاء الدين أحمد وملف طبي مختلف لكن أكيد يهم حضراتكم. على كل حال تعالوا بقى نخش في المواضيع على طول. النهاردة معانا أخبار مختلفة وطبعا في أحداث عالمية دلوقتي يعني رياضية العالم كله بيعلق عليها وبيترقبها، ومنها طبعا يعني كريستيانو رونالدو وانضمامه لنادي النصر والحفل اللي كان امبارح، منها كمان الحديث عن جنازة بيليه وحضور يعني أساطير من كرة القدم ورئيس البرازيل وغيره يعني من الشخصيات العامة اللي حزنت حزن شديد جدا على رحيل هذه الأسطورة الكروية الكبيرة جدا. هنتكلم في كل ده وهنتكلم عن ماتشنا إن شاء الله مع إمبي، وهنتكلم في تفاصيل أكتر من ذلك عن رياضات كمان مختلفة على مدار الحلقة. لكن اسمحوا لي أبدأ بفوز الأهلي طبعا اللي كان على بيراميدز بالثلاثية اللي أمتعتنا جميعا. دلوقتي بقى بعد هذه المرحلة المفروض الفريق بيستعد للجولة ال 12 من الدوري. بكرة بإذن الله عندنا مباراة مهمة جدا، وهنرجع نقول تاني مباراة مهمة جدا أمام إمبي الساعة 5. ناس اللي تقول لك لا دي مباراة مش مهمة، دي مباراة سهلة، دي مباراة مضمونة، ثلاث نقاط معانا يا ابني خلاص الموضوع الحمد لله كده يعني عدى الخطورة، عدت بيراميدز كانت أشد، بيراميدز كانت أخطر، الكلام ده كله ليس له أي أساس من الصحة. إحنا هنلعب مع إمبي ومباراة هيكون فيها تنافسية شديدة، وكلمنا قبل كده إن كل الفرق حاليا وتحديدا في الدوري هذا الموسم بتلعب بتنافسية عالية وبروح معنوية عالية جدا، وكل لاعب في كل فريق مختلف في الدوري المصري عايز يثبت نفسه، عايز يقول للناس كلها أنا هو موجود، بصوا عليا، أكيد عندهم طموحات إن هم ينضموا للأندية الكبرى في مصر. فأي لاعب بيلعب دلوقتي وأي فريق بيلعب هو نفسه إن هو يوصل للدرجة الأولى للمجد، يحقق ذاته، ودي كلها على فكرة حاجات مشروعة. وهرجع أقول تاني نفس اللي قلته امبارح يعني في مقدمة برضو الحلقة، إحنا محتاجين ده علشان محتاجين تطوير ومحتاجين نشوف دوري مصري أكثر تنافسية وأكثر قوة، دي حاجة لصالح الدوري المصري وحاجة لصالح الكرة المصرية في الأول وفي الآخر. هنلعب فين؟ هنلعب على ملعب المقاولون العرب. من ناحية الفريق بتاعنا طبعا هو يعني استعاد سلسلة الانتصارات الحمد لله، وثقة كمان الجماهير ودي نقطة مهمة جدا، والجماهير اللي هي كانت داعم أساسي بصراحة طول الفترة اللي فاتت. ما انت عشان تكون جمهور داعم، ما فيش حاجة اسمها أنا جمهور داعم بس وفريقي يعني بيفوز وفريقي محقق انتصارات وفريقي رقم واحد، لا، لكن أنا بتكلم إن أنا بدعم فريقي وأنا في ظهر فريقي كجماهير حتى إن كان في دروب، حتى إن كان في فترة ليست الأفضل لي. وبصراحة جماهير النادي الأهلي هي اللي أثبتت هذا الكلام في الفترة اللي فاتت اللي هي لم تكن الأفضل. بالمناسبة مش هنطلع نقول كنا الأفضل الفترة اللي فاتت، لا لم نكن الأفضل، لكن الجماهير فضلت في ظهرك، فضلت عندها ثقة إن أنت هترجع للمستوى بتاعك وأفضل، وقد كان الحمد لله. ونرجع نقول تاني 2023 بدايتها كده شكلها يعني خير بإذن الله علينا. خليني كمان أطمن حضراتكم، انا كنت اتكلمت في الموضوع ده اول امبارح، لكن نقول لحضراتكم كمان ايه الجديد، نطمن على لعيبه الاهلي والمصابين منهم. نبدا بكريم فؤاد طبعا اللي اتصاب خلال المباراه مع بيراميدز، حصل له يعني للاسف الشديد جزع في اربطه الركبه، كان يعني محتاج راحه، والنهارده هيبدا برنامج تدريب وتاهيل. اما بالنسبه لبقى مصطفى شوبير برضو اتكلمت مع حضراتكم اول امبارح عليه، هو كان اجرى جراحه الحمد لله ناجحه كانت في غضروف الركبه وفي احد المستشفيات يعني واحده المستشفيات المتخصصه كانت بالنمسا. الدكتور احمد ابو عبله يعني ملازم، خليني اقول لحضراتكم بشكل كبير جدا رئيس الجهاز الطبي بالنادي، وطمنا ان الجراحه الحمد لله كويسه، ويعني بعد خروجه من المستشفى هو برده هيفضل معاه. وبالمناسبه برده اكرم توفيق اجرى الجراحه بتاعته في نفس المستشفى والحمد لله كمان حالته مطمئنه جدا. فاكيد برده هيبقى فيه برنامج تاهيلي وهيبقى فيه تدريبات وهيبقى فيه فتره راحه، لكن بنتمنى باذن الله ان اللعيبه بتوعنا يرجعوا لنا بالف سلامه ويرجعوا لنا افضل من الاول كمان. بس الحاجات دي طبعا ما بتبقاش بايد حد وما بتبقاش بسبب حاجه، يعني بتحصل للاسف الشديد. كنا نتمنى موسم خالي من الاصابات، لكن ده يعني زي ما بتقال كده القدر. تعالوا بقى نروح برضو لبعض الأخبار السريعة وننتقل على طول لوزارة الشباب والرياضة، اللي أصدرت وزارة الشباب والرياضة تراخيص هنا لشركة الأهلي للإنشاءات الرياضية. أعتقد ده أمر رائع جدا علشان يمتد الترخيص لمدة هنا 3 سنوات. طب إيه اللي هيحصل بالترخيص هنا؟ مفروض هيشمل إدارة المنشآت الرياضية زي عندك الاستادات، الملاعب، الصالات المغطاة، حمامات السباحة، الأندية الصحية، بجانب برضو التسويق الرياضي وإدارة وتنظيم الأحداث والمهرجانات الرياضية والمعسكرات
طبعا. طيب ده بجانب ايه؟ بجانب برضو تراخيص شركه الاهلي لكره القدم وشركه الخدمات الرياضيه، وارسلوا هنا وارسل مسؤول وزاره الشباب والرياضه خطابا رسميا للنادي الاهلي هيفيد باستخراج تراخيص شركه الاهلي للانشاءات الرياضيه. وبهذا التراخيص ايه اللي هتبدا او ايه اللي هيحصل؟ هتبدا شركه الاهلي هنا عشان برضو حضراتكم تبقوا عارفين خطواتها لانشاء الاستاد الخاص بالنادي الاهلي. انشاء الاستاد الخاص بالنادي الاهلي، اعتقد ده امر كلنا نسعد ان احنا نسمعه. كمان هتمنح هذه التراخيص شركه الاهلي للانشاءات اداره ملف التسويق الرياضي واداره وتنظيم يعني تسويق البطولات والمعسكرات زي ما كنت بقول لحضراتكم الرياضيه المختلفه، بالتالي ده برضو انجاز رائع جدا. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي طبعا في ادارته الثلاث سنوات القادمه. عايز اروح بقى مع حضراتكم حديث الساعه، حديث الساعه اللي ناس كتيره جدا علقت عنه وناس كتيرة جدا قالت لك هل انت مع ولا ضد. انا امبارح اتكلمت سريعا على هذا الموضوع لان كان لسه كريستيانو ما وصلش، يعني كان لسه الموضوع في بدايته، لسه الراجل كان في الطيارة. طبعا انتقال كريستيانو رونالدو لنادي النصر كان في امبارح بقى الحفل، انا قلت لحضراتكم هو هيوصل مع عيلته وبعد ما يوصل مع عيلته هيبدا الحفل، ان هو بقى مراسم الحفل يعني ودي طبعا اللحظات زي ما حضراتكم شايفين لحظات الوصول بتاعته. طيب بالنسبة لبس هنا بعض النقاط اللي عايزة أتكلم مع حضراتكم فيها، طبعا كان المشهد الأول هنتكلم أو هنعلق على المشهد اللي احنا شايفينها، هو وصل مع عيلته وما كانش فيه استقبال يعني جماهيري في المطار، ده بناء طبعا على رغبة نادي أو توجيهات نادي النصر. بعد كده راح كريستيانو رونالدو بالليل وكان فيه احتفال كبير جدا بيه هو وعائلته. طبعا الصفقة دي برضو خليني أقول لحضراتكم هتمتد لصيف 2025، كان في استقباله طبعا رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، كانت أجواء احتفالية جميلة اللي تابعها يعني أو اللي ما تابعهاش يقدر برضو من خلال اللقطات اللي احنا بنعرضها يشوفها. كان في ميوزك اللي هي على أنغام أنت أول عالمي، طبعا ده اللقب المفضل لجماهير النصر كونه أول نادي أسيوي يعني يشارك بكأس العالم للأندية عام 2000 زي ما حضراتكم أكيد عارفين. وهو دخل مفروض كريستيانو رونالدو لأرض ملعب مرسول بارك كان لابس يعني زي نادي النصر، وكان في بقى هناك البراعم موجودة لنادي النصر أثناء الاحتفال، كان في لقطات حلوة. ودخلت بعد كده زوجته أو شريكته بأولاده كانوا لابسين برضو التيشيرت بتاعة نادي النصر. هو برضو قال كام رسالة كده، هو ده بقى الكلام المهم. يعني طبعا كل اللقطات اللي احنا شايفينها دي لقطات جميلة، بس أنا يهمني الكلام اللي هو اتكلم فيه. هو قال إيه بقى؟ هو عبر وقال أنه فخور جدا باللعب لنادي النصر، وقال أنه سعيد مع عائلته بهذه الأجواء، وأن هو لن يلعب كرة قدم فقط بل سيدعم مشاريع وبرامج السعودية الرياضية. كمان أضاف قال أعلم أن الدوري السعودي يتميز بتنافسية كبيرة وأنا جاهز للانضمام للنصر، وأضاف رغم العقود الأوروبية اللي قدمت لي اخترت نادي النصر السعودي. وجه كمان رسالة للجماهير وقال سواء في السعودية أو حول العالم حضرت هنا للعب والاستمتاع والفوز ولأشارك في ثقافة النادي والبلد، أسعى إلى تحطيم الأرقام القياسية مع نادي النصر. تكلم كمان عن أسرته قال العائلة سعيدة جدا بهذا القرار، شعرنا بحماس على القدوم يعني إلى السعودية من أول لحظة وصلنا للرياض كان هناك استقبال حافل جدا. طيب من ضمن تصريحاته كمان هو أو قال يعني اللي لفتت نظري بصراحة، هو قال كرة القدم في السنوات العشر الماضية أصبحت مختلفة وما قام بها المنتخب السعودي في كأس العالم أداء رائع ورأينا مفاجآت عدة بالمونديال. بص بقى الثقة اللي جاية دي، أنا بحب بقى الناس اللي عندها ثقة في قراراتها اللي ما بتبقاش مهزوزة حتى لو الناس قالت لها إيه، لأن في شخصيات كده تتهز. يعني ممكن يبقى واحد واخد قرار في حاجة معينة هو عايزها يجي الناس تقعد تلعب في ودنه تلعب في دماغه يتهز. كريستيانو رونالدو مش من الشخصيات اللي بتتهز أو تفرق معها رأي الناس. قال لك إيه؟ قال لك لا أهتم أبدا لما يقوله الناس وأنا مسؤول عن اختياراتي ومستعد للعب فورا إذا أراد المدرب ذلك. وأضاف كمان وصلتني عروض من البرتغال وأمريكا وأستراليا ولكنني اخترت الانضمام لصفوف النصر وأنا فخور جدا بهذا القرار الرائع في حياتي. وبالنسبة لأوروبا فأنا أتممت مهمتي هناك على أكمل وجه. الرسائل وقال طبعا تصريحات تانية مختلفة كتيرة جدا، بس
تاني هنرجع نقول سواء انت من عشاق هذا الأسطورة او هذه الأسطورة ام لا، برضو ملف كريستيانو رونالدو اكيد هيثير اهتمامك، يعني سواء انت بتحب ميسي ما بتحبش رونالدو او العكس، او ان جنرال الموضوع مش فارق معاك. فكرة ملف كريستيانو رونالدو في السن ده مع الفترة دي مع الانتقالات الأخيرة اللي ربما كانت ليست موفقة منذ يعني ابتعاده أو انتهاء عقده أو بالتراضي أو حتى بناء عن رغبته من ريال مدريد، فأنت الموضوع لازم هيشغل بالك وهو شاغل بال العالم كله. طبعا العالم كله كان تقريبا يتفرج على الاحتفالية امبارح، فهل برضو هنرجع نقول هذا التساؤل تاني، هل الخطوة دي طبعا من قبل أو من الجانب السعودي؟ أعتقد أن هي رائعة جدا للجانب السعودي جدا، لان زي ما قلنا هذا البطل او هذا يعني الاسطورة الكروية، هذه الاسطورة الكروية مش بس رايحة عشان تلعب، لا، في مشاريع تانية هيقدمها كريستيانو رونالدو للسعودية، منها ماركتينج وحاجات تانية داخل فيها ودعم الاكاديميات والبراعم وحاجات زي كده وتطوير كرة القدم في السعودية وفي اسيا وغيره. لكن على الصعيد التاني انا بتكلم على صعيد كريستيانو رونالدو، هل انت بترى كعاشق لهذا الشخص أو هذا اللاعب أو حتى مهتم بهذا اللاعب، شايف أن هذه هي الخطوة الجيدة لي ولا لا؟ هو ده السؤال. يعني حد امبارح برضو من الاستوديوهات التحليلية والأراء المختلفة اللي كنت بسمعها بيقول لك يعني إيه اللي ممكن يكون إضافة لكريستيانو مع نادي النصر أو حتى مع الدوري السعودي؟ هل هناك المزيد هيقدمه لي؟ حتى لو حقق لك 2000 دخل 2000 جول مثلا مع النادي النصر السعودي أو حتى مع الدوري السعودي 2000-3000 جول، هل ده هيضيف حاجة في رصيد كريستيانو رونالدو؟ يعني ناس كانت بتتساءل ايه المكسب اللي هيجي لكريستيانو رونالدو من وراء هذه الخطوة، والبعض التاني وصف هذه الصفقة بان هي صفقة رمادية، لا هي خير ولا هي شر، لكن ربما تميل ان هي ليست الافضل، يعني هي رمادية لكن تميل ان هي ليست الافضل لكريستيانو رونالدو. البعض الاخر كان بيرى بعد كل هذا التاريخ وفكرة ان انت قيمة كبيرة جدا وقامة كبيرة جدا في كرة القدم العالمية، كان لابد مع هذا السن والتخبطات الأخيرة ان انت تعتزل كرة القدم وتعتزل بعد كأس العالم تحديدا. البعض كان بيرى هذا، فمعرفش يعني لو هتسألوني رأي معرفش، في دايما الواحد لما بيجي بعد كده عشان يعرف قراره صح او غلط بيبان بعد الظروف، يعني هل كان صح ام غلط ان كريستيانو يسيب ريال مدريد؟ بان ان هو طبعا كان قرار خطا. هل كان صح او خطا ان كريستيانو رونالدو يسيب مانشستر يونايتد؟ بان بعد كده ان هو كان قرار خطا. نتمنى مع نادي النصر السعودي يكون قرار سليم، لان هذا الشخص وهذا اللاعب يستحق ان هو ينهي مسيرته الكرويه بشكل يليق بتاريخه، نتمنى ذلك. ماشي، خلينا بقى نكمل مع حضراتكم ونروح لتصريحات برضو رئيس نادي النصر، لأن برضو قبل ما أختم الموضوع ده هو قال كم حاجة برضو لطيفة جدا. هقال طبعا يعني وجود كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي إضافة مهمة جدا، وأن رونالدو ليست صفقة كروية فحسب زي ما كنت بقول لحضراتكم، هو هيندرج ضمن رؤية التطوير، تطوير كرة القدم هناك. زي ما قلنا أن صفقة رونالدو كمان دعائية لكثير من المشروعات الموجودة في المملكة بجانب يعني الكرة. وأكد كمان رئيس نادي النصر قال أن رونالدو أفضل لاعب بالعالم ويستحق كل ما تم تقديمه له في عقده الاحترافي مع النادي، وأكد أن هناك الكثير من الشائعات حول تمويل العقد يعني ماليا، وسيتم كشف عن كافة الأمور المتعلقة بهذا الأمر. أضاف كمان أو أخيرا رونالدو هو أفضل لاعب بالعالم، لذلك يستحق أن يكون الأعلى راتبا، ولن يقتصر الأمر على عقده مع النادي فقط، بل هناك الكثير من البرامج والفعاليات ودعم الأكاديميات والمشاريع وغيره زي ما كنت بقول حضراتكم. بالتوفيق كريستيانو رونالدو افتر اول، او يعني في العموم طبعا بعد كل شيء، ده اعتقد موضوع مهم جدا، وفي الاول وفي الاخر احنا نتمنى الافضل للصعيد او على الجانب السعودي لنادي النصر طبعا والدوري السعودي، وعلى الشق الاخر لكريستيانو رونالدو. زي ما بتقال يعني هو مش مشروع نادي، كريستيانو رونالدو انضمامه للنصر السعودي ليس مشروع نادي بل هو مشروع دولة. انا هختم مع حضراتكم الملف ده بتصريحات الفرنسي رودي غارسيا مدرب نادي النصر، اللي هو اكد سعادته بوجود لاعب كبير جدا بقيمه كريستيانو رونالدو، ده امر طبعا مقبول. هو قال احد افضل لاعبي كره العالم بالتاريخ، وقال كمان سعيد بقدومه للنادي وللدوري السعودي، هذا شيء مبشر بالخير بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه. وقال كمان لم ارى الكثير من اللاعبين مثل رونالدو، ومن السهل التعامل معه، ليس لدي ما افعله له او ما اقدمه له او ما اعلمه له، ولكن سنتبادل الخبرات ونتحدث حول الكثير من الامور. فبرضو دي نقطة حلوة عجبتني في غارسيا، ليه؟
لان المدير الفني عليه عامل كبير جدا. المدير الفني لاي نادي عليه عامل كبير جدا، خصوصا لما بيكون عنده يعني اسطوره بتلعب في الفريق بتاعه او لاعب تقيل. يمكن دي كانت مشكله برضو كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد. تن هيج مش من افضل المديرين الفنيين، كان في نوع من النديه منذ قدوم كريستيانو رونالدو، تكون مع او ضد تاخد جانب بقى كريستيانو، هو اللي ما عرفش يتعامل مع تن هيج او تن هيج هو اللي ما عرفش يتعامل مع كريستيانو. بس الامر في الاخر ان انت كان عندك مشكله في التعامل ما بين هذا اللاعب الاسطوري والمدير الفني، اللي ادت في النهايه حدث العديد من المشاجرات والمشاكل اللي ادت في النهايه ان النادي اصبح مش عايز كريستيانو رونالدو وكريستيانو مش عايز يكمل. فهي دي النقطة. لكن هنا ما تيجي تتكلم ومدير فني لنادي النصر السعودي طبعا، والحديث ان هو عارف قيمة هذا اللاعب اعتقد، والإضافة كمان ان هو هيحاول يتبادل الخبرات كمان، مش هيعلم حاجة لكريستيانو رونالدو، رسائل اعتقد كريستيانو محتاجها في التوقيت ده، مش محتاج دلوقتي حد بوصي زي ما بيتقال او حد يجي يفرض عليه يعني تعليمات معينة. فكده الامور لحد دلوقتي مطمئنة، خلينا نشوف كل حاجة هتبان يعني بالوقت، كل حاجة بالوقت بتبان، قراراتنا بتبان بالوقت سليمة او لا، كل حاجة بالوقت يعني اكيد هتظهر. أروح بقى مع حضراتكم للحدث اللي كان بالأمس واللي تابعناه منذ حدوثه طبعا الخميس اللي فات خطوة بخطوة يعني. وطبعا الحديث هنا عن الراحل بيلي، وامبارح اتكلمت مع حضراتكم وشرحنا ازاي هتكون يعني الجنازة او النظرة الأخيرة عليه، وشرحت لحضراتكم ازاي برضو المدفن اللي هو العمودي الغريب شوية اللي بيحتوي تقريبا على آلاف من يعني الغرف او القبو يعني، فكان مختلف شويه اللي هو عند طبعا الملعب. لكن الجنازه كانت رسميا امبارح حضرها الاف بقى من المشجعين زي ما حضراتكم شايفين، كبار الشخصيات الكرويه، كان في مقدمتهم رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم طبعا انفانتينو، والمشهد كان عباره عن تاني هقول التفصيل شويه. النعش زي ما حضراتكم شايفينه مفتوح، وكان قدام النعش برضو، واللقطه دي اخذتها كتير من الصحافه يعني ونشرتها. الارمله بتاعته كانت واقفه، ومفروض ان دي كانت اكتر واحده قريبه لي، ولانه تزوج قبلها مرتين يعني، ودي كانت الزوجه الثالثه لي، وكانت اقرب واحده لقلبه يعني مفروض، وارتبط بيها من سنه 2016، وكانت ملازمه طول الجنازه وملازمه يعني النعش بتاعه. والنعش بتاعه برضو تم تزيينه باعلام هنا سانتوس والبرازيل، وكان فيه زهور بيضاء كتيره زي ما حضراتكم شايفين. بحاول اخش بس في التفاصيل، كان فيه زهور مقدمه من نادي ريال مدريد، من نجم البرازيل الحالي نيمار، والده كمان بالمناسبه كان حاضر الجنازه. يعني طبعا حاجة حزينة، مش حزينة على رحيل شخص، كلنا هنرحل، لكن الواحد بيزعل لما بيبقى فيه أسطورة كبيرة، بيبقى فيه شخص العالم كله كان بيحبه، ناس كتيرة أو ملايين كتيرة من أنحاء العالم ارتبطت بيه، فرحيله أكيد بيزعل، زي رحيل رونالدو، زي رحيل يعني ناس كتيرة من الأساطير الواحد ارتبط بيهم، الأجيال كانت بتحبهم، كانوا قدوة لأجيال كتيرة. على كل حال برضو الحاجة الأخيرة اللي عايزة أقولها في هذا الموضوع، أنفانتينو كان بيقول إنه هو مفروض إن كان بينعيه يعني، وقال إن هو رمز عالمي لكرة القدم، والاتحاد الدولي طبعا الفيفا هيطلب هنا من جميع الدول الأعضاء إطلاق اسم البرازيلي على أحد ملاعبها تكريما ليه، إن هم يطلقوا اسم بيليه على أحد الملاعب هناك علشان يعني تكريما لمسيرته، تكريما لتاريخه. كده بيليه يعني رحل، واتكلمنا في كل ما يختص كمان الجنازة بتاعته، ولكن هرجع أقول تاني، بيرحل الشخص لكن الذكرى بتفضل، أو التاريخ بيظل أكيد لا يرحل. طيب خلينا ناخد تفاصيل أكتر يعني عن الطقس والحالة الجوية كمان الأيام اللي جاية من دكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور منار صباح الخير، بونجور على حضرتك، ونهاية الأسبوع بنحب نطمن كمان على الأيام الخاصة بالويكند، اتفضلي يا فندم. صباح الخير على حضرتك استاذه نهاوند، صباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بك يا فندم. احنا طبعا يمكن اليوم لسه مستمر معانا تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه، وتاثرنا بامتداد المنخفض الجوي للطبقات الجو العليا، فلسه اليوم في فرص لسقوط الامطار، لكن كميتها هتكون اقل من اللي احنا شهدناها امس، خاصه في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. السحب هتشمل اغلب المناطق الشماليه، ومعها طبعا سقوط امطار ما بين المتوسط والخفيف على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وبعض المناطق من سيناء. امطار خفيفه تمتد لجنوب الوجه البحري، قد تصل للقاهره الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس،
الامطار الخفيفه دي ان شاء الله مش هتاثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه مع استمرار انخفاض درجات الحراره. متوقع ان شاء الله خلال ال 72 ساعه القادمه مع نهايات الاسبوع كمان فتره الاعياد ان يكون في استقرار في الاحوال الجويه، هنتاثر بوجود مرتفع جوي على سطح الارض وايضا مرتفع جوي في الطبقات الجويه العليا، فهيكون في استقرار في الاحوال الجويه، تبدا تتلاشى فرص سقوط الامطار من على اغلب المناطق فيما عدا السواحل الشماليه، هيظل عليها سقوط امطار خفيفه على فترات متقطعه من الايام القادمه، والامطار الخفيفه ان شاء الله مش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه الايام القادمه خاصه في المناطق الساحليه لانها شهدت سقوط امطار خلال الايام الماضيه. بالاضافه كمان على توافر الرطوبه الموجوده في الجو نتيجه الامطار، هتكون الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير خلال الايام القادمه هو وجود الشبوره المائيه الكثيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه، فمهم جدا نحذر كل قائدي المركبات والمسافرين على الطرق مع وجود الشبوره المائيه في فترات الصباح الباكر او فترات ساعات الليل المتاخره، تكون القياده بهدوء تام ونتبع كافه تعليمات المرور. بالنسبه لدرجات الحراره هيظل في انخفاض في درجات الحراره فتره النهار وفترات الليل المتاخره، العظمى على القاهره الكبرى هتراوح ما بين 19 وال 20 درجه مئويه خلال فتره النهار، يعني اجواء لطيفه بصفه عامه خلال فترات النهار. هيكون التحذير من فترات الليل المتاخر والصباح الباكر بسبب الانخفاض في درجات الحراره والاجواء ما بين البارده الى شديده البروده، فهنا هنقول لو احنا هنخرج في ساعات الليل المتاخر او في فترات الصباح الباكر نرتدي ملابس شتويه ثقيله خلال الفترات دي، وخلي فترات النهار ممكن تبقى ملابس عاديه. مهم جدا ان احنا برضه الفتره اللي جايه نتابع النشره الجويه لو في تغيير في اي حاله جويه. هو ممكن يعني الوضع يختلف مثلا دلوقتي احنا خدنا من حضرتك التفاصيل بتاعه النشره الجويه، هل ممكن يحصل حاجه تؤدي الى اختلاف من اللي حضرتك بتقوليه عن المعلومات دي مثلا خلال الايام اللي جايه؟ يعني هل ممكن ل 48 ساعه قادمه ان شاء الله مش هيحصل اختلاف، لكن كل ما بعدت بمده التنبؤ يعني ال 72 ساعه او اربع ايام كل ما دقه التنبؤ قلت، كل ما ممكن يبقى في فرصه حدوث اختلاف في التوزيعات الضغطيه ممكن تاثر على الحاله الجويه. رائع جدا دكتور منار، كالعاده بشكرك جدا على التغطيه اللي بتكون اكثر من رائعه، شكرا ليك يا فندم. طيب بالطقس هنروح فاصل، لسه اكيد اخبارنا كتيره جدا وما خلصتش، بس بعد الفاصل. صباح الهنا مره كمان على حضراتكم جميعا. خليني بس اقول لكم قبل ما نروح لاخبار النادي الاهلي، لان بعض الناس اللي علقت يعني من التعليقات اللي على موضوع كريستيانو رونالدو صفقه يعني نادي النصر، بعض الناس تقول لك يعني هي صفقه داخله في 200 مليون فيعني ما فيهاش حاجه، خليه يروح وخلاص وايه علاقه مسيرته مش يعني الناس شويه في منهم اتكلم على الشق المادي. انا ما اعتقدش ابدا ابدا كريستيانو رونالدو رايح هذه الصفقة أو قبل هذه الصفقة علشان الفلوس، يعني أولا هو مش محتاج فلوس، تاني حاجة القصة كلها ومن وجهة نظري أو أنا هتبنى الرأي ده اللي هتحلل ليه كريستيانو رونالدو لحد دلوقتي مش عايز يعتزل، لأن صعب، خلي بال حضراتكم، صعب جدا على أساطير بتكون تحديدا في رياضة ما أو في مجال ما أن هو يتنازل خلاص ويعترف ويقتنع قدام نفسه أن هو وصل لمرحلة أن هو لابد أن يعتزل. الموضوع ده بيبقى قرار صعب جدا، فكون أن دلوقتي واحد زي كريستيانو رونالدو يجي عنده 37 سنة ويتقال له خلاص It's time أن أنت تعتزل، طبعا هو مش هيقبل الموضوع ده بالسهولة أبدا، يعني الموضوع صعب، صعب جدا، مش لاعب عادي ده بيعتزل وخلاص ده كريستيانو رونالدو. فلا لسه اكيد هو مؤمن ان هو يقدر ان هو يلعب 3 4 سنين كمان، مؤمن ان دي مش نهايه مسيرته ابدا، لسه عايز يحقق حاجات الله اعلم، لكن شق مادي انا ما اعتقدش ابدا الموضوع ليه علاقه بشق مادي. لو جيت اتكلمت شويه وديت مثال بابراهيموفيتش مثلا، ابراهيموفيتش طبعا مش نفس المستوى الكروي او الشهره، لكن ابراهيموفيتش برده لاعب تقيل جدا ومحبوب جدا ومتالق جدا، لكن عنده 42 سنة وما زال لسه مش عايز ان هو يعترف ان هو اتس تايم ليه ان هو يعتزل ومستمر، وعلى فكرة متألق شفناه يعني. فهي دي النقطة، الموضوع بيبقى مش سهل ابدا. على كل حال هرجع اقول تاني ختاما لهذا الملف، نتمنى الافضل في مسيرة هذا البطل او هذا اللاعب الاسطوري لتكون نهايته يعني مساوية لتاريخه، النهاية او نهاية الاعتزال بتاعته تكون مساوية للتاريخ اللي هو يعني قدمه على مدار سنوات طويلة جدا. تعالوا بقى دلوقتي نروح لنتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفة مع مريم سميح مراستنا موجودة في النادي الاهلي بالجزيرة. بونجور يا مريم، عليكي صباح الفل وكل سنة وانت طيبة يا رب، اتفضلي.
صباح عليك يا نهاوند، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. ويمكن ما كانش ليا فرصة الأيام اللي فاتت إن أنا يعني أعيد عليكم بمناسبة السنة الجديدة، كل سنة طيبة يا نهاوند، كل سنة وكل مشاهدي قناة الأهلي طيبين وبخير، وكل سنة يعني وكل العالم طيب، ومناسبة 2023 إن شاء الله تبقى سنة على المستوى الشخصي يعني لكل العالم سنة كلها خير وسعادة، وطبعا على مستوى النادي الأهلي تبقى كلها مليئة بالبطولات والإنجازات. طبعا يعني خلينا نبتدي بأخبار فريقنا الأول لكرة القدم اللي يعني بيستأنف تدريبات واستعدادا للجولة ال 12 من بطولة الدوري، ده طبعا لملاقات إمبي غد الخميس على ملعب المقاولين العرب، ده طبعا في تمام الساعة 5 مساء. الحقيقة إن يعني النهاردة المران التجمع هيكون في تمام الساعة 4 العصر، وكمان يعني هيبدأوا المران في تمام الساعة 5 مساء. الحقيقة يعني زي ما احنا شفنا في الجولة 11 بعد فوز النادي الأهلي على بيراميدز بنتيجة 3-0، الحقيقة إن احنا كلنا أمل إن شاء الله إن النادي الأهلي يعني يستأنف صدارته لجدول ترتيب بطولة الدوري، وإنه هو يحقق الفوز غدا إن شاء الله على إمبي. الحقيقة يعني امبارح مران أمس كان في عدد من التدريبات والتقسيمات القوية، ولكن الحقيقة إن كل اللاعبين اللي شاركوا في مباراة بيراميدز طبعا خضعوا لتدريبات فنية واستشفائية، ده طبعا للتخلص من الإجهاد علشان يكونوا جاهزين للمشاركة في مباراة إمبي. وبقية اللاعبين الحقيقة كان ليهم تدريبات بدنية وفنية متنوعة، وفي نهاية المران كان في تقسيمة قوية شارك فيها الفرقة متقسمة على ثلاث فرق. طبعا يعني يمكن يا نهاوند انت اتكلمتي عن اصابه مصطفى شوبير واكرم توفيق وكريم فؤاد، الحقيقه ان احنا عايزين نطمن كل جمهور النادي الاهلي على الاصابات اللي موجوده في صفوف الفريق، وخلينا نقول طبعا يعني ان احنا بنقول لمصطفى شوبير واكرم توفيق الحمد لله على السلامه. الحقيقه ان هم عادوا مساء امس من النمسا بعد اجراء يعني جراحات طبيه ناجحه سواء لمصطفى شوبير او لاكرم توفيق، واللي كان طبعا مرافقهم في هذه الرحله الجراحيه او الرحله العلاجيه طبعا دكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لكره القدم. طبعا الحقيقه يعني ان يعني عقب عودتهم مساء امس الحقيقه ان مصطفى شوبير هياخد راحه يومين كاملين، وبعد كده هيبدا في مرحله التاهيل طبعا او برنامج التاهيلي والعلاج الطبيعي. اما بالنسبه لاكرم توفيق هياخد راحه اسبوع كامل، ثم بعد كده هيبدا طبعا مرحله العلاج الطبيعي والبرنامج التاهيلي اللي طبعا يعني وضعه الدكتور اللي عمل لهم الجراحه، وايضا بالتعاون او يعني بالاتفاق مع دكتور احمد ابو عبله. الحقيقه طبعا ان يعني مصطفى شوبير يعني كان ليه عمليه جراحيه ناجحه في غضروف الركبه، واكرم توفيق كان طبعا بيعاني من قطع في الرباط الصليبي في الركبه، وده طبعا يعني السببين اللي هم يعني خضعوا للجراحه بسببهم. ان شاء الله يعودوا ان شاء الله بالف سلامه وينضموا للفريق مره اخرى. ننتقل بقى لكريم فؤاد، الحقيقه ان كريم فؤاد يعني يمكن اعلن الجهاز الفني او يعني الجهاز الفني والجهاز الطبي اصابته طبعا في جزع في اربطه الركبه. الحقيقه يعني ان كريم فؤاد النهارده هيكون اول يوم ليه في تنفيذ البرنامج التاهيلي والتدريبي الخاص به طبعا منفردا بعيد عن الفريق، وطبعا يعني يمكن حددوا مده 3 أسابيع هيغيب فيها كريم فؤاد عن المواجهات المقبله، ده يعني على اقل تقدير علشان يقدر ان هو يعود تاني بشكل كامل لطبعا مواجهات الفريق خلال الفترة اللي جاية في الدوري. طبعا بالنسبه لحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم يعني بيستمروا ايضا في تدريباتهم المنفرده، والحقيقه ان النهارده هما الاثنين قبل المران هيخضعوا لفحص طبي واشعه كمان طبيه علشان يشوفوا جاهزيتهم من عدمها او اللحاق من عدمه في مباراه غدا امام إمبي طبعا في الجوله ال 12 من عمر الدوري. طبعا طاهر محمد طاهر لسه بيواصل تدريباته اكيد منفردا برضو بعد اصابته خلال الفتره الماضيه. طاهر محمد طاهر الحقيقه ان هو بدا يعني مرحله جديده من التاهيل او مرحله جديده من الرحله العلاجيه. الحقيقه طبعا كان موجود امبارح على هامش مران امس اللي كان موجود على ملعب مختار التتش في الفتره الصباحيه. طبعا يعني يمكن المرحله الجديده من التاهيل والتدريب الخاصه بطاهر محمد طاهر هتكون ليها او كان ليها تدريبات بدنيه، وده هيستمر عليها خلال الايام اللي جايه، وطبعا يعني تدريبات بالكوره كمان منفردا وايضا تدريبات في الجيم. طبعا يعني بنتمنى كل الشفاء سواء لمصطفى شوبير، اكرم توفيق، كريم فؤاد، ايضا محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، واخيرا طاهر محمد طاهر ان شاء الله يعودوا يعني سالمين غانمين لصفوف الفريق تاني علشان يحققوا الانجازات طبعا مع النادي الاهلي خلال الفتره المقبله.
ننتقل بقى للالعاب الاخرى. الحقيقه يعني ان كل الالعاب الاخرى امبارح حققت نتائج مهمه جدا على جميع المستويات، رغم ان اغلب يعني نهاوند كل المباريات كانت مقامه خارج النادي الاهلي وخارج ملاعب النادي الاهلي، ولكن الحقيقه ان يعني زي ما احنا شفنا خلال الفترات الماضيه طبعا، ويعني خاصه انه النادي الاهلي بيعمل نتائج حلوه جدا خارج ارضه، وده اللي شفناه خلال الفترات الماضيه، وايضا كان موجود مساء امس في كل المباريات اللي تم اقامتها طبعا. يعني البدايه مع سيدات ساله الاهلي اللي قدروا ان هم يحققوا فوز مهم جدا على نادي الاتحاد السكندري، ده ضمن طبعا منافسات بطوله الدوري بنتيجه 88-74. يعني اقيمت طبعا المباراه على صاله الشاطبي بالاسكندريه، ولكن الحقيقه ان هم قدروا ان هم يسيطروا على مجريات المباراه كامله من يعني من او في الفور كوارترز. الحقيقه ان هم ادوا مباراه رائعه جدا واداء بدني قوي جدا. شباب ساله الاهلي بقى 18 سنه يعني الحقيقه قدروا ان هم طبعا يحققوا فوز مهم على نادي الجزيره، وده كان في ختام منافسات بطوله منطقه القاهره، وقدروا ان هم يحسموا طبعا الكاس ليهم بطوله منطقه القاهره، وده اللي احنا شفنا طبعا يعني خلال برضو الاسابيع الماضيه سيدات ساله الاهلي فازوا بيها. طبعا الحقيقه ان 18 سنه شباب ساله الاهلي قدروا ان هم ايضا يحسموا الفوز امبارح في بطوله منطقه القاهره بعد الفوز على الجزيره بنتيجه 68-64، وده طبعا كان على صالة جامعة حلوان. غدا طبعا الخميس رجال سلة الأهلي بعد الفوز طبعا على المصرية للاتصالات، بكرة إن شاء الله يوم الخميس في تمام الساعة 6 مساء، يعني يمكن عندهم مباراة هامة جدا أمام مصر للتأمين، ده طبعا بعد الفوز على المصرية للاتصالات وكمان طلائع الجيش في دوري السوبر، ويمكن ده الدور الأول اللي هيحدد طبعا الفرق من يعني المركز الأول لحد المركز الثامن، وطبعا ده بعد يعني دور ال 16 اللي قدر فيه النادي الأهلي إن هو يحسم المباراتين امام نادي الزهور بالفوز. طبعا الحقيقه ان يعني رجال ساله الاهلي ماشي بخطى ثابته من اول دور ده ما ابتدى الحقيقه، يعني خلال الاسبوع الماضي قدر ان هو في المباراه الاولى يفوز على طلائع الجيش ثم المصريه للاتصالات، ده طبعا اول امس، ثم ان شاء الله بكره برضو يحقق الفوز على نادي مصر للتامين. رجال الكرة الطايرة بقى طبعا برضو حققوا فوز مهم طبعا على نادي إيسترن كومباني أمس ضمن منافسات بطولة الدوري، ده طبعا برضو يعني زي ما أنا قلت أو نوهت في بداية كلامي إن برضو كان خارج ملعب النادي الأهلي أو خارج صالة النادي الأهلي، كان على ملعب المقاولون العرب أو صالة المقاولون العرب، ده طبعا يعني قدر إن هو يحسم نتيجة هذا اللقاء بثلاث أشواط نظيفة دون مقابل. والحقيقة يعني إن طبعا الجهاز الفني قرر إن هو يستأنف التدريبات الخاصة بالفريق دون راحة، ده طبعا يعني استعدادا لمواجهة سموحة يوم السبت. اما بقى يعني بالنسبه لكره اليد فشباب يد الاهلي 2002 قدروا ان هم برضو يحققوا فوز مهم جدا على فريق دالفي بنتيجه 37-14 في بطوله دوري المرتبط. ننتقل بقى يعني لانشطه اللجان، والحقيقه ان يمكن يعني هذه الندوه هي بدايه انشطه اللجان في عام 2023، وهتبدا طبعا من فرع الشيخ زايد، يعني يمكن اخيرا هنختتم جولتنا النهارده يعني في النادي الاهلي بالجزيره ان احنا نقول يعني أنشطة اللجان، ويمكن يعني لجنة المرأة هي اللي بدأت هذه الأنشطة الخاصة باللجان في 2023، وهيقام إن شاء الله يعني يوم الجمعة في تمام الساعة 1 ظهرا ندوة بعنوان صحتك بالدنيا، وطبعا هيدير هذه الندوة الأستاذ الدكتور حسام موافي رائد الطب طبعا الباطني والقلب، وطبعا يعني دكتور أو أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني. طبعا هتقام الندوة في فرع الشيخ زايد زي ما انا قلت في تمام الساعه 1 ظهرا، وطبعا لجنه المراه يعني يمكن عدت لهذه الندوه طبعا تحت اشراف اللجنه العليا للجان وبالتعاون مع الاداره التنفيذيه للنادي، ان شاء الله يعني تبقى ندوه مهمه جدا ويستفيد منها كل يعني جماهير النادي الاهلي او اعضاء النادي الاهلي تحديدا، هتقام امام الشاشه الرئيسيه ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 1 ظهرا. الحقيقه ان اكيد اعضاء النادي الاهلي هيستفيدوا منها، لان طبعا دكتور حسام موافي زي ما احنا عارفين ان هو رائد في مجاله طبعا مجال طب القلب والبطنه، والحقيقه ان اكيد هيكون جاهز للرد على اي استفسارات من اعضاء النادي الاهلي اللي هيكونوا متواجدين خلال هذه الندوه. طبعا دي نهاوند كانت كل الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي النهارده، سواء طبعا
طبعا على مستوى الفريق الاول لكره القدم وايضا الالعاب الاخرى اللي قدروا ان هم يحسموا جميع المباريات امبارح لصالحهم، على الرغم من ان كل المباريات كانت بتقام خارج صالات النادي الاهلي. وطبعا يعني بدايه نشاطات اللجان الخاصه بالنادي الاهلي. طبعا معاكي يا نهواند، لو في اي استفسارات العوده ليكي مره اخرى. لا انت من ناحيه طبعا الاخبار او من ناحيه الاخبار انت عملتي تغطيه اكثر من رائعه كالعاده يا مريم طبعا، لكن كمان الملفت جدا ان انت واخده كادر حلو، انت واخده الكادر من عند الدخول والخروج للبوابه، وانا شايفه يعني توافد للاعضاء بشكل كبير جدا، حتى احنا بنتكلم لسه يعني ساعات صباحيه، لكن في اعضاء كتيره وشايفه ناس بتتمرن، شايفه ناس جايه بزي يعني رياضي، وحتى الاعمار الموجوده بالزي الرياضي ناس كبيره كمان في السن. فيعني لو تدينا كده برضه صورة حية عن الأجواء دلوقتي داخل النادي، تفضلي يا مريم، يبقى لذيذ برضو جدا. مظبوط يا نهواند، طبعا يعني انت عندك حق، ويمكن الصوره موضحه كل شيء. الحقيقه ان في على الرغم طبعا من انخفاض درجات الحراره في الصباح الباكر، ولكن الحقيقه ان في يعني توافد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي على المقر الرئيسي بالجزيره. ده طبعا زي ما انت قلتي اعمار سنيه مختلفه. الحقيقه ان كان في تمرينات كمان يمكن بدات في الصباح الباكر، بتبدا طبعا يعني تمرينات سباحه في تمام الساعه يمكن في 5 فجرا، وبتنتهي كمان يمكن يعني في 9 صباحا او 8 صباحا. الحقيقه تدريبات مختلفه، والحقيقه كمان ان اعضاء النادي الاهلي بيقرروا ان هم يعني يكونوا موجودين هنا علشان يمارسوا رياضتهم المختلفه داخل النادي، يعني يمكن علشان يقللوا من حده البروده طبعا، لان يعني زي ما احنا عارفين الايام المقبله كمان هتشهد بروده قاسيه جدا يعني على مصر الحقيقه، وده اللي بيخلي يعني كل اعضاء النادي الاهلي يكونوا موجودين هنا علشان يمارسوا نشاطات مختلفه وعشان يمارسوا الرياضه طبعا زي ما انت قلتي، والاعمار السنيه كمان المختلفه بتكون موجوده هنا، وكمان يمكن بيستغل له كمان يمكن الايام اللي جايه هيكون في اجازه منتصف العام لعدد كبير جدا من الطلاب، وده اللي هيستغله كمان علشان يكون في توافد اكبر واكبر على طبعا فروع النادي المختلفه بالنادي الاهلي. حلو جدا، بشكرك كالعاده متالقه زميلتنا العزيزه جدا مريم سميح، شكرا ليكي. ويمكن السنه اللي قبل اللي فاتت او اللي فاتت 2020 لغايه 2020 كنا انا وكريم كنا البرنامج بيطلع من الاستوديو في العجوزه لحضراتكم فاكرين، فكان بيبقى بالظبط الفرق بيننا وبين النادي النيل، يعني كنا بنعدي الكوبري ونوصل على طول للنادي، كنا يوميا بعد الهواء بنروح النادي، الاجواء بتبقى جميله جدا. بس طبعا دلوقتي بما ان احنا انتقلنا لمدينه الانتاج الاعلامي فطبعا المسافه كبيره، لكن فعلا القعده الصبح تحديدا كمان في النادي فرع الجزيره كمان اكثر من رائعه، تلاقي كل حاجه ممكن موجوده، ممارسه الرياضه تقعد، الاكل موجود، عايز تشرب حاجة، عايز تمارس رياضة، الملاعب التنس، البادل دلوقتي، يعني في كل حاجة تقريبا أي عضو من الأعضاء بيبقى بيدور عليها موجودة للأعمار كمان المختلفة. تعالوا بقى، بما إن احنا بنتكلم عن أنشطة النادي ولسه بنتكلم عن النادي الأهلي واللجان المختلفة، مؤخرا تم الانتهاء من ورشة اسمها أساسيات صناعة الأفلام، هي أقيمت في أو على مدار تحديدا شهر ونص. شملت إيه بقى؟ شملت مجالات كتيرة جدا، عندك سيناريو، عندك إخراج، تصوير، ديكور، ملابس، خدع سينمائية، حاجات كتيرة جدا، وكمان طبعا تحضير للمهرجانات. خلال الورشة دي تم تصوير كمان بعض المشاهد زي تمارين الاستعانة بمعدات تصوير، إضاءة بالمجهود الشخصي. يعني المهم اللي عايزين نقوله إن ناتج الورشة دي كان إيه، يعني طلعنا بإيه من الورشة دي؟ كان 8 أفلام بين عندك روائي ووثائقي قصير ومشترك بين الأعضاء كمان، يعني ده بيعتبر كأول أعمال بيقوموا بتصويرها، حاجة أعتقد مختلفة. حلو إن النادي بتاعك يقدم لك نوع مختلف برضو من النشاطات بهذا الشكل. ولحضراتكم هتلاحظوا كمان جميع الأعضاء المنضمين ما كانش عندهم خبرات تماما بالمجال ده، فكون ان انت منتمي او عضو بهذا النادي وانت بتقدر من خلال النادي ده تتعلم مهارة جديدة، ممكن المهارة دي على فكرة تبقى بعد كده مهنة، يعني مش قصة بس ان انت بتضيع وقت او بتتعلم حاجة وخلاص، انت ممكن من خلال المهارة دي اللي انت بتتعلمها من النادي، من الخدمات اللي اللجان المختلفة بتقدمها، تبقى عندك بعد كده مهنة يعني تكسب منها وتعيش منها وغيره. فأعتقد كانت حاجة جميلة جدا، كويس ان احنا برضو اتكلمنا عنها، وكان في يعني ناس كتيرة اثنت على هذه اللجنة تحديدا او الاعمال اللي هي بتقدم. طبعا خلينا بقى نتكلم برضو عن الحفل الفني اللي كان موجود، و شفنا احنا في الوقت اللي فاتت وعرضنا مع حضراتكم في بدايه الاسبوع اجواء الاحتفالات براس السنه واللي بتحرص كانت كل فروع النادي يعني على اقامتها للاعضاء. خلينا نشوف كمان جزء من الحفل ده من قبل هنا لجنه الشباب بالنادي الاهلي في اهلي بس مدينه نصر بمناسبه العام الجديد، ونرجع نكمل.
النهارده احنا عاملين حفله لاعضاء النادي بمناسبه راس السنه الميلاديه. كل سنه وكل اعضاء النادي طيبين وكل جماهير النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله يقضوا سهره سعيده. احنا النهارده كان اختيارنا لفرقه جراما فن. هم احنا بما اننا لجنه شباب فهم معظمهم شباب وفي ناس كتير منهم اعضاء في النادي بلس ان هم اهلاويه، فاحنا كنا سعداء جدا بوجودهم معانا النهارده، وان شاء الله الناس كمان تبقى سعيده واصوات شابه واصوات جميله، وان شاء الله الناس تستمتع بالامسيه الجميله دي. احنا سعداء جدا ان احنا نقدم حاجه داخل النادي الاهلي. ده الحفل الاول لينا في النادي الاهلي ولكن رقم 26 لجراما فن. فاحنا عملنا في اماكن مختلفه لكن ده اول مره حفل لينا بقى داخل النادي الاهلي. طبعا كنا سعداء جدا لان احنا بنحب النادي الاهلي، فلما جالنا ان احنا نعمل حاجه في النادي الاهلي كنا سعداء جدا بده. كنا حاسين ان احنا فعلا هنقدم حاجه للنادي، فاحنا لينا كلنا اعضاء الفرقه كلها حاسين باحساس مختلف المره دي ان انت بتعمل حاجه لمكان انت بتحبه، فعاملين كل حاجه المره دي يعني بحب زياده عن اللزوم قوي. الحفله النهارده من ضمن حفلات احتفاليات الكريسماس وراس السنه، فاحنا حاولنا قدر الامكان يبقى البرنامج مبهج والمجموعه الاغاني اكترها مبهج، يعني ما بين طرب وما بين سلطنه وما بين حاجات فيها مقسوم شويه فيها حركه، يعني حاولنا تبقى مناسبه للاحتفاليه دي. حاجه بسطتنا جدا جدا لان احنا بالنسبه لنا حاجه مهمه قوي ان تبقى محطه من محطات تاريخنا الفني هنا جوه نادي كبير وعريق وليه تاريخ وجمهور سميع، فاحنا استعدينا قد ما قدرنا ولبسنا احمر واشرب. واحنا مبسوطين جدا ان الاعضاء موجوده ونتمنى ان هم يبقوا مبسوطين معانا، والحفله بمناسبه الكريسماس والنيو يير، فاتمنى تنبسطوا معانا بجد. طيب خلينا بقى نروح دلوقتي نتابع تمارين جديدة مع كابتن محمود فوكس مدير جيم رجال في النادي الأهلي بالجزيرة في التقرير ده. بعد كده نروح فاصل ونرجع عشان نستقبل كابتن عادل تعيمة. خليكم معانا. صباح الخير يا كريم، صباح الخير نهوان، صباح الخير جميع أهل العظام، صباح الخير لجميع أعضاء النادي الأهلي بكل فروعه. سنة سعيدة عليكم، دي أول حلقة نصورها مع بعض في السنة الجديدة اللي بتمر بينا. يا رب تبقى سنة سعيدة علينا يا رب، ويديمها صحة علينا بجميع الناس اللي موجودين وساكنين في مصر. أرجو طبعا السلام والمحبة. طبعا في الاول احب اقول لكم احنا هنصور حلقه النهارده علاجيه شويه. جات لي الفتره اللي فاتت تساؤلات عن ايه هي يا كابتن التمارين الخاصه بالانزلاق الغضروفي. انا عندي انزلاق غضروفي، عندي التهاب مثلا في العمود الفقري، عندي التهاب في الاوتار اللي حوالين المفاصل في الكتف مثلا او ظهري، فمش عارف اشتغل تمرينات ديناميكيه اللي هي التمرينات من الحركه. فايه هي التمارين الاستاتيك او اللي هي من الثبات اللي ممكن نعملها اقوي بيها عضلات الظهر اللي هي في نفس الوقت ما يكونش فيها حركه او موفمنت تاثر على الالتهابات او الانزلاق الغضروفي اللي انا بمر بيه. ربنا يشفي جميع الناس يا رب. ايه هي التمارين الاستاتيك او ايه هي التمرين الثابته؟ ده هو اللي هنعرفه النهارده في الحلقه مع بعض معانا النهارده. اول تمرين طبعا تمرين تقليدي جدا كلنا عارفينه، بنام على وشي، رجليا بمستوى كتفي، ايديا مش على الارض، بتبقى مرفوعه سنه فوق، راسي قدامي، بطلع واثبت فوق، بعدي 20 تكرار في اربع مجاميع، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، وريح لمده 30 ثانيه بالظبط واعمل تكرار 20 عده كمان. طب احنا هنعمل التمرين دوت كم مجموعه؟ هنعمل اربع مجموعات في 20 تكرار. طب ايه هو التمرين الثاني اللي ممكن برضه يقوي لي عضلات الظهر عن طريق الثبات؟ تمرين معظم برضه الدكاتره بيدوه، دكاتره العظام طبعا، ايدي اليمين مرفوعه مع رجلي الشمال. طبعا كف ايدي الشمال طبعا تحت كتفي زي ما احنا عارفين، ركبتي اليمين فوق الحوض بالظبط، وابص قدام واثبت، اعمل ثبات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اجين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تاني تشينج 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 20. طيب ده التمرين الثاني اللي بيقوي لي عضله الظهر عن طريق الثبات. تمرين ثالث بس ده استرتش، يعني تقويه عن طريق الاطالات. بنام على ظهري وباخد رجلي الاثنين على بطني كده واثبت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تاني تمرين الاسترتشات او الاطاله، وده تمرين استرخائي اكتر، بيعمل لي استرتش عضله الظهر. بمسك القصبه كده من ورا وانام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. اوكي بعد كده نعمل استرتش عضلات البطن اللي هي برضه بتعمل فليكشن او تقويه لعضلات الظهر. طبعا الاسترتش كلنا عارفينه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اجين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي تاني تمرين او الاخير اللي احنا ممكن نشتغله فيه مع بعض، بس ده ملحق، بس الحركه بتبقى بسيطه جدا ومحدوده. التمرين ده احنا عملناه من شويه، بس ده بقى من الحركه ايديا اليمين هتطلع مع رجليا الشمال. يلا بينا مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تشينج، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده تمرين بيشغل عضلات الظهر وعضلات اللوح لا سكابولا عن طريق تمرينات ديناميكيه، بس الحركه بتبقى محدوده مش زي الحركه بتاعه الجيم. طبعا دي بتبقى تفرق كتير جدا مع الناس اللي بيبقى عندها انزلاق غضروفي لا قدر الله، الناس اللي عندها الام في الاوتار، الناس اللي بيبقى عندها في منطقه القطنيه او الفقرات القطنيه عندها التهابات او كدمات او مزق لا قدر الله، ربنا يشفي الجميع يا رب. فدي من احسن التمارين اللي ممكن نعملها في البيت، احنا نقوي عضلات الظهر من غير ما نعمل اي حركه تاثر على الاصابه اللي عندنا. والنهارده كنا مع اصابات ان شاء الله اللي هي الفقرات بتاعه الظهر ان شاء الله مع بعض، ويا رب تكونوا استفدتوا. وحلقه كتير ان شاء الله جايه مع كابتن محمود فوكس النادي الاهلي. مع الف سلامه. صباح الهنا والنصر مره كمان على حضراتكم. ودلوقتي معانا بقى الفقره الحواريه، ومنورنا فيها كابتن عادل تعيم عشان نتناقش بقى في ماتش بكره ان شاء الله مع امبي ومشوار الدوري اللي فاضل والتالق اللي كنا فيه مع بيراميدز، وهل ده كان متوقع ولا لا؟ والتوقعات دي اكيد بتبقى بيزد او مبنيه على اسس فنيه كبيره جدا وخططيه وغيره، كل ده هنعرفه من خلال الفقره مع كابتن عادل تعيمه. طبعا منورنا نجم الاهلي السابق. بونجور يا فندم، وكل سنه وحضرتك بخير، وسنه يا رب حلوه علينا كلنا باذن الله. كل سنه وانت طيبه والحمد لله على السلامه واجازه سعيده. سافرت ولا قعدت بقى يا كابتن عادل؟ لا والله كنت موجود. قعدت هنا؟ انا كنت على طول معاكم هنا. ما سافرتش راس السنه حته خالص؟ لا لا لا. ماشي. طيب نخش بقى على 2023 وبدايه التالق الحمد لله مع الاهلي. بص يعني الواحد طبعا بيقول الكلام ده هزار، بس هي فعلا 22 كانت سنه مش حلوه ابدا كرويا وتحديدا على النادي الاهلي. قلنا هندخل السنه الجديده وبدايه او ضربه البدايه فيها كانت مع بيراميدز، وكان ماتش اكثر من رائع فنيا ونتيجه في الاخر. انا عارفه ان حضرتك كنت مع كابتن اسلام الشاطر قبل المباراه بيوم، وحضرتك توقعت بيزد طبعا او مبني الكلام ده كان على رؤيه فنيه ان الاهلي هيفوز، بس هل الفوز ده كان بالشكل ده يعني الثلاثيه؟ وفي نفس الوقت هل فنيا حضرتك راضي 100% عن الاداء ولا كان في برضو بعض المشاكل من وجهه نظرك؟ زي ما حضرتك تفضلتي كنت بتوقع وقلت للكابتن اسلام ان عندهم مشاكل في خط الظهر. الجول عندهم طبعا الشمال، بنتكلم على بيراميدز هنا، عندهم بيراميدز مشاكل. عندهم الجول كويس، عندهم خط الظهر فيه مشاكل، الاظهره لما بتزيد مفيش حد بيغطي من وراهم، المقدمه في وسط الملعب والمهاجمين عندهم طبعا، وقلنا رمضان بيلعب ازاي وعبد الله عبد الله السعيد بيلعب ازاي، كله يعني
اولا احنا بقى نتكلم عن فرقتنا احنا، اولا كان في التزام دفاعي جيد جدا، الى جانب بنلعب على المرتده، لان ربنا سبحانه وتعالى وفقنا جدا في توقيت الاهداف. لما يجي جول في بدايه المباراه او ربع ساعه، وبعدين الشوط الثاني برضه بيجي جول ثاني، وبعدين في النهايه بيجي الجول الثالث، فتوقيت الاهداف كان مهم جدا. الجول الاولاني خلاهم ينطلقوا بكثافه اكثر، ابتدينا احنا نلعب على المرتد. سقطت منا بلغه الكوره حوالي ثلث ساعه في الشوط الاول، بعد ما جبنا الجول حصل تراجع شويه، بقى في عدم التمريرات كانت فيها قصور شويه، ما كانتش سليمه، بتقطع كانت كتير التمريرات، اتعوضت بقى الشوط الثاني. الشوط الثاني بقى الميس باص ده قليل جدا جدا جدا، ثم اعقبه جول عمرو السوليه من الكورنر، ثم الجول الثالث برضو من حسين الشحات، وبرضو التوفيق بتاع ربنا بيجي لما يكون فيه الاسباب بناخد بيها وبنشتغل صحيح عليها صحيح. وبالتالي الحقيقه فعلا كان في روح قتاليه عاليه جدا، غير الماتشات اللي فاتت، روح قتاليه، اللعيبه كلها ملتزمه. كنا بنشوف حسين الشحات وقبليه كريم، بمجرد ما الكره بتتقطع بيرجع بيبقى مع هاني، علي معلول كان على طول سافيو كان بيرجع معاه برضه في حته التامين الدفاعي، حتى شريف او شادي كان الراجل مكلفهم برقم 7 اللي هو اسلام، انه بيرجع يمسكه على اساس ان هو من اللعيبه الخطر في تيم بيراميدز. الكلام ده مع الكور الثابته، مع التحركات في الملعب، مع الهجمات المرتده، شفنا الهجمات المرتده من ناحيه اليمين كانت قويه جدا، صحيح، حسين وهاني. هاني كان متالق على فكره بصراحه. انا نفسي هاني بقى يستمر في المستوى ده بقى، ما يبقاش ماتش وماتش، يعني صح. مش هو بس، يعني في بعض اللاعبين عايزين زي ماتش بكره كده ان شاء الله. احنا ادينا 8.5 من 10 في الماتش اللي فات، ماتش بيراميدز، عايزين بقى الماتش بتاع بكره والكل بقى الدوري كده ان شاء الله، وافريقيا وكاس عالم للانديه، يبقى برضو بندي لجمهورنا. احنا شفنا جمهورنا عمل ايه مع الفريق، حاجه اكتر من رائعه. ده بتاع جماهير النادي الاهلي كابتن عادل، والله لسه والله كنت بقول كده في المقدمه بتاعتي، قلت حتى واحنا في موسم لم يكن الافضل علينا، ان جماهير النادي الاهلي عمرها ما طلعت انتقدت بشكل اللي هو تكسر في الفريق، لا كانت بتزعل، بتعبر عن ده، بتتمنى الافضل لغايه لما النادي يقف على رجليه مره تانية، وقد كان. لكن قصه ان انا اتكسر وكده، الحاجات اللي كنا بنسمعها دي ما كانتش جايه ابدا من جماهير النادي الاهلي، ومعروفه يعني عمر جمهور النادي الاهلي ما كان رد فعله سيء اطلاقا، يعني حتى لما حصل شهداء والاخر الماتشات اللي بعد كده، عمرنا شفنا اي تجاوز؟ احنا شفنا الماتش اللي فات في اسوان، ناس صحيح. ضربوا الحكم وخرجوه بشكل سيء جدا. عمر جمهور النادي الاهلي ما بيعمل كده اطلاقا، استحاله. احنا بنتكلم عن كيان نادي يا كابتن عادل، برضه ده بيفرق كتير، يعني حضراتكم فاهمين طبعا. جمهور راقي مثقف، يعرف قيمة النادي بتاعه، يعرف قيمة التيشيرت بتاعه، يعرف مبادئ النادي، وهو اللاعب رقم واحد، والله اقسم ده اللاعب رقم واحد. انا عايز اقول لك وقلنا الكلام ده قبل كده، والله جماهير النادي الاهلي بتدعم اي حد بينتمي لهذا الكيان، حتى احنا كمذيعين يعني بقول لحضرتك، وقلنا انا وكريم الكلام ده، لما حد مثلا ممكن حتى يقول حاجه على تويتر ولا حاجه على السوشيال ميديا، ولو كلمه انتقاد بسيطه مقبوله، هو يخش يدافع، يعني بنخش نقعد نقرا مثلا ونلاقي الاف بيدافعوا عنك مجرد ان انت بتنتمي لعيله الاهلي، فيعني ما بالك بقى الفريق الاول واللعيبه ومجلس الاداره طبعا. عايز اروح بقى مع حضرتك لنقطه جميله جدا، لان احنا دلوقتي بنتكلم عن جماهير داعمه بشكل كامل، بنتكلم عن اداره فنيه داعمه بشكل كامل، بنتكلم عن مدير فني اعتقد ان هو رائع حتى هذه اللحظه مع النادي الاهلي ومشواره مع الماتشات المختلفه مع النادي الاهلي، بنتكلم عن لعيبه عادت ليهم تاني روح الحمد لله الفانيلا الحمراء زي ما بتقال باللغه كده الدرجه. دلوقتي احنا عايزين نكمل بهذا المنوال، ام بي عندنا ان شاء الله بكره الساعه 5، والبعض بيقول لك دي مباراه سهله قوي ومضمونه والثلاث نقاط اعتبر ان هم في جيبك، انا هميل للراي الاخر اللي هو مفيش حاجه اسمها مباراه مضمونه، وممكن جدا يحصل مفاجآت غدا. بتشوف المباراه سيرها ازاي ممكن يكون بكره كابتن عادل؟ والله انا قلت زمان وقلت مع اسلام حتى في الحلقه اللي فاتت، قلت له مفيش مباراه سهله وصعبه. انا النادي الاهلي وانا بلاعب منافس بحترمه، بمعنى ايه؟ ان انا ببقى عارف هو بيأدي ازاي، وانا درسه كويس ولعبت وهي نازله في شيء من الخوف الايجابي،
الخوف الايجابي ان انا عايز ابدع وعايز امتع جمهوري، وبالتالي مفيش حاجه في الدنيا اسمها صعب وسهل. في حاجه ان انا طالما مركز في عملي وبتقن عملي وتكليفات المدير الفني انا نازل بنفذها، والجمهور اللي في المدرج ده اللي بيجي، والجمهور اللي مش في المدرج ده، انا في المدرج فيه 3000 وفي 90 مليون بيتفرجوا عليه. صحيح صحيح. 90 مليون دول قاعدين في البيوت، في المقاهي، في بره، في البلاد العربيه، في اوروبا، كلهم بيسيبوا شغلهم وبيتفرجوا على ال 90 دقيقه بتاعتك. انت ربنا اداك مفتاح تسعد الناس دي، فعشان تسعدهم احنا لما بنبقى ماشيين في الشارع او في اي مكان الناس توقفنا، حتى لما يبقى فيه لا قدر الله اداء مش كويس، ايه يا كابتن؟ فيه بادب وبذوق واحترام، مفيش بقى تجاوز ولا يعني، دايما حتى الانتقاد بيبقى فيه نوع، عارفه لما واحد بينتقد ابنه او صحيح يعني صحيح بنوع من الحب كده والتواضع، وعايز دايما النادي بتاعه دايما في المقدمه. ماتش بكره سهل جدا وفي نفس الوقت صعب لو انا فكرت بطريقه مختلفه. لا لو نزلت زي ما بينزل بعض الفرق المختلفه لما بتنافس، يعني وشفناه يمكن مباراه مع اسوان، زمالك واسوان، انت بتنزل لو في ثقه زايده ربما بتنعكس تماما، او الجيم بينعكس تماما. فمهم جدا ان، بس دي مش عندنا برضو كابتن عادل قوي. طيب. يعني احنا ما بننزلش عندنا هذه الثقه، لا احنا بننزل دايما بندي كل الاحترام للمنافس. ان خلي بال حضرتك حتى الانديه اللي هي او الفرق اللي بيبقى فيه جاب ما بيننا وما بينهم في النقاط او في التصنيف يعني في الجدول، هتلاقي ان بالعكس هم بيلعبوا افضل بكتير مع الاهلي او حتى مع الزمالك عن اي فريق اخر. يعني هتلاقي افضل دايما بيكون مع الاهلي تحديدا. كمان طول عمر النادي الاهلي بطل علشان دي اللي حضرتك تفضلت بيها دي، ان كل الانديه وكل الفرق وهي بتلعب النادي، حتى في افريقيا كاس عالم انديه، كل الفرق قيمه النادي الاهلي انه بينافس ريال مدريد وبرشلونه واخد بعض كم كبير جدا من البطولات. فبالتالي كل الفرق بتادي قدام النادي الاهلي اداء يعني اللي يعني فوق افضل ما عنده، افضل ما يعني عنده. لذلك تبص تلاقي الماتش اللي بعديه بعد النادي الاهلي تبص تلاقي في اخفاق، لانه بيبذل اقصى طاقه في ماتش النادي الاهلي. الفرق المنافسه بتلاقي الاداء، يعني احنا شفنا ماتش اسماعيلي تحس ان هو ماتش ودي، ما فيش الحميه ولا ولا ولا. وبالتالي طبعا اللي مخلينا في دايما في الصداره انك دايما ماتشاتك كلها قويه. لذلك حتى لاعبتنا في التدريبات واحنا لما بندي لهم شغل، وحتى مع الجهاز الفني اللي موجود واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه، دايما التدريب بيبقى صوره من المباراه. يعني تلاقي حتى بيبقى فيه نوع من الاصابات في التمرينات نتيجه ايه؟ اللعيبه بتلعب كانها بتلعب في مباراه رسميه. وده اللي بيخليك دايما باستمرار تحصلي على البطولات، 42 دوري، كاس 37، افريقيا 10، كاس عالم انديه 3 برونزيات، على طول طالما اللعيبه داخله وجواها دايما بشبه بالوقود كده زي الطاقه اللي موجوده، فرن شغال. الفرن ده بيديلي طاقه علشان اسعد الناس اللي في البيوت وفي المدرج وفي كل مكان اللي بينتموا للنادي الاهلي، حتى اللي ما بينتموش للنادي الاهلي بيستمتعوا بكره النادي الاهلي. صحيح. بيستمتعوا بالاداء وتنفيذ الواجبات والجوال الحلوه اللي احنا بنجيبها. كل الامور دي طبعا بتبقى مهمه جدا للاعب، بحيث ان هو كل مباراه بالنسبه له، وده اللي اتعودوا عليه كل الاجيال، ان انا كل ماتشاتي في النادي الاهلي ماتشات كؤوس. انا ما فيش دوري وكاس وافريقيا، لا. صحيح. كلها على نفس الدرجه من الاحترام. انا عندي سؤال بقى كابتن عادل برضو، وعايزه حضرتك ترد علينا من خلال كمان الجيل بتاع حضرتك. في ثقافة كده شوية درجة بين الجماهير، نتكلم على الأندية المختلفة، يعني هم بيحاسبوا باللاعب بالمباراة وبيحاسبوا الفرقة بالمباراة. يعني ممكن أتألق المباراة دي ما تألقش اللي بعدها، فالمشنقة تتعلق هنا فهنا أرفعك سبع سما. ليه الثقافة دي شوية موجودة لدى بعض الجماهير، وإزاي تأثيرها بيكون سلبي أو إيجابي على حضراتكم كلاعبين؟ هو طبعا زمان ما كانش فيه الثقافه دي، ما كانتش موجوده بالشكل ده. لان الكم الاعلامي الموجود دلوقتي، قنوات كتيره جدا، السوشيال ميديا طبعا، يعني حدث ولا حرج، حدث ولا حرج حقيقه بشكل قوي جدا. وبعض اللاعبين احيانا بيلجأوا ان هم يخشوا على المواقع ديت، وده اكبر غلط. وشفنا محمد صلاح
مانع تماما انه يلجا للحاجات ديت، لان المدح والغير المدح هو مش محتاجه، لان صحيح. انا راجل محترف وبادي شغلي، وشغلي انا بشوف نتيجته في المدرج وفي وسائل الاعلام. اللي حضرتك بتقوليه ده وسائل الاعلام الحقيقه بتحاول، او في ناس مخترقاها بحيث ان هي تضرب في لاعب علشان، او تضرب في نادي او غيره، او تضرب في نادي علشان تحاول ان هو يفقد الثقه في نفسه، وبالتالي تبقى نجحت. وهو تقريبا يعني الجمهور ده مش تابع للنادي الاهلي، بيبقى جمهور لا اخر. لا لا، من جنرال في العموم بتحصل، بيبقى تابع لبعض المنافسين. ان انا مثلا كان عندنا مروان محسن، كان لعيب رائع جدا هايل، لكن تاثر غير طبيعي بالمواقع ديت، وبقى يبقى نازل الملعب. هو راجل يعني بيتقن كل حاجه، لكن الموضوع ده اثر عليه، وبالتالي اثر على ابدا ياثر، لان مفروض. كمان يعني معلش، اصل هو مين اللي بيتكلم؟ يعني دلوقتي لما اجي مثلا اقيم، هل انا هقيم نفسي بحد قال حاجه حلوه او وحشه؟ الواحد عارف قيمه نفسه، قال حاجه حلوه قال حاجه وحشه، لا ده هيزودني ولا ده هيقلل مني. فما بال حضرتك، ده احنا على المستوى اللي هو الشخصي العادي. طب انت كمحترف لاعب كره، ما كانش على مروان محسن، ان في العموم ازاي ممكن السوشيال ميديا تاثر بهذا الشكل ايجابي او سلبي على لاعب مفروض عنده من الخبرات ومن الفهم ان ده مش مفروض يتاثر بيه ابدا؟ زي ما حضرتك قلت، محمد صلاح مركز لانه شخص محترف، لاعب محترف. الثقافه دي لازم تنتقل عندنا كمان داخليا، بتكلم على مستوى مصر مش على النادي الاهلي بس. شوفي، هيبقى لازم الشخصيه ديت، بيبقى طبعا الثقافه مهمه جدا، لكن برضه بيبقى ليه دور الجهاز الفني واللعيبه زمايله، يبقى باستمرار محتضنينه ودايما بيدوا له رد الفعل الايجابي، وما تخشش على المواقع ديت ثقه في نفسك. طبعا انت عارفه، بيبقى احيانا في بدايه المباراه ويبقى في لاعب عندنا، اللاعب ده بيبقى فيه نوع من فيه هبوط شويه في ادائه. اول كوره تروح له الناس كلها تديها له سهله، عشان يبتدي المباراه بتمريره سهله. فده بترفع من معنوياته. فدي برضو من ضمن الحاجات المدير الفني بيعملها، ان انا مثلا في فلان نازل المباراه وفي قلقان شويه من المواقع ديت او من الاعلانات ديت، الى جانب ان انا زمايلي جوه اوضه اللبس وقبل المباراه وبعد المحاضره واحنا رايحين الاستاد في كل الاماكن ديت في الملعب، بمجرد ان انا بنزل الملعب بروح مديله كوره بحيث ان اديها له سهله. اول تمريره تطلع من رجليه سهله بتفرق معاه، ويبقى في ثقه. وبعدين طول ما في المباراه شغاله على طول احنا في ودانه، فلان هايل والله، فلان يا معلول. هو الشق المعنوي طبعا مهم جدا، ولازم برضو يبقى اللعيب عندها نوع من الادراك، الكلام السلبي ده او الانتقادات دي هي دي تبقى زي ما بتقال الوقود ان انا انتصر. كل ما الاقي انتقادات اكتر، كل ما ببقى عايز ارد على الانتقادات دي ان انا انجح اكتر. على فكره ده بيبقى حافز، بس طبعا دي ثقافه لازم ان هي يعني تدرس عندنا، او يعني ان هي تتم تلقينها بشكل كبير. طبعا على كل حال هنرجع للنقطه دي، وعندنا نقاط ثانيه كتيره جدا، بس هنروح فاصل كابتن عادل ونرجع نكمل مع حضراتكم ومع كابتن عادل. خليكم معانا. يعني برحب بحضراتكم مرة أخيرة، خلاص ده آخر فاصل مع فقرة يعني كابتن عادل. كابتن عادل منورنا مرة كمان، وخلينا بقى نخش على MP سريعا، لأن المباراة زي ما كنا بنتكلم أنا وحضرتك مباراة مهمة، مباراة ما فيهاش فكرة رفاهية إن أنا ما أخدش الثلاث نقاط بتوعي، مباراة عايز أكمل على اللي أنا بنيته مع بيراميدز، مع بداية 2023 القوية جدا اللي الناس استبشرت بيها خير. بتشوف إن شاء الله بكرة مفروض إزاي تكون طريقة اللعب علشان نقدر ان احنا نخرج بالثلاث نقاط، وبفتره يعني زي ما بتقال كده نخلص الجيم في الدقايق الاولى، لان مهم جدا كمان الضغط في الدقايق الاولى بيفرق بعد كده في سير المباراه. النادي الاهلي هيلعب بناء على المعلومات اللي متوفره بالنسبه لفريق انبي، والمدير الفني اللي ماسك انبي دلوقتي بيعتمد على الجانب الدفاعي والهجمات المرتده. عندهم راس حربه قوي ومشاغب وبيخبط، وعندهم ولد تونسي بيلعب ناحيه اليمين سريع ومراوغ. دول الاثنين اللي ممكن بيشكلوا خطوره، الباقي كله بيبقى بيأدي الواجب الدفاعي. يبقى انا وانا بهاجم زي ما كولر عمل في الماتش اللي فات، يبقى في تسديد من بره. تسديد من بره كان مهم جدا، الكرات الثابته مهمه جدا، عمليه الكرات المرتده بتاعتهم لابد تبقى انا عامل حسابي عليها بحيث انها ما تاثرش ولا تعملش اي خطوره. يعني الولدين دول لو اتمسكوا، الولد التونسي وراس الحربه اظن اسمه اوف او حاجه زي كده، والولد التونسي
هم الاثنين تقريبا اللي بيجيبوا الاجوال وهم الوحيدين اللي بيشكلوا خطوره. انا في الهجمات المرتده السردباكين بتوعي والباك اللي ناحيه سواء علي او اللي هيمسكه عمرو سولية او ديانج اي كان التشكيل اللي هيلعب بيه لابد يبقى فيه الهجمه المرتده انا موقفه تماما. الحاجه الثانيه عمليات الاختراقات من العمق ومن الاطراف والكور الثابته دول هيبقوا مهمين جدا بالنسبه لنا الماتش اللي جاي. الحاجه المهمه جدا في وسط الملعب هو بيعمل كثافه كبيره جدا في وسط الملعب. عشان ابعد عن الكثافه ديت يبقى انا باستمرار يبقى عندي نوع من الصبر. ايه هو الصبر؟ الصبر في عمليه الاستحواذ. بيبقوا نازلين دايما قدام النادي الاهلي في حماس شديد. الحماس ده عشان اقتله اخليه يجري ورا الكوره كتير. يبقى علي معلول بيبتدي ياخد الكوره من اليمين للشمال، من الشمال لليمين، يبتدوا بيتحركوا يمين وشمال لحد لما عملنا ده مع بيراميدز برضه يعني. برافو عليك، شوط تاني. نجريهم كتير، الجري كتير ده بيعمل ايه؟ بيعمل اللعيب احباط لانه بيروح ما بيلاقيش الكوره. فعايزه باستمرار، احنا بنشوف الفرقه الكبيره دايما وهم بتادي دايما اللمسه واللعبه او اللمسه واحده، لمسه أيه. ولعبه. بجريه كتير وبعدين في نفس الوقت مش الاستحواذ لمجرد الاستحواذ. لا، الاستحواذ لمجرد ان انا ويبقى عندي صبر ما استعجلش بحيث ان انا في توقيت معين وبدايه المباراه ان انا اجيب هدف مبكر. الهدف المبكر هيخلي الفريق الانبي يبتدي يفتح خطوطه علشان يعوض، وفي الوقت ده احنا بقى لنعمل المرتده بحيث ان احنا باذن الله تعالى نجيب السكور اللي احنا محتاجينه ونطلع بثلاث نقاط وبرضه نرجع جمهورنا وقف ورانا. طبعا. وشفنا قد ايه ده، حتى عارف حضرتك ما بيقفش ورا اللعيب جوه الملعب، ده بره الملعب لما بيهتفوا لبنت عمرو السولية ليلى. يعني حتى متابعينه خارج الملعب. طبعا ما بقول لك عيله الاهلي. عيله الاهلي. لو عملت هاشتاج عيله الاهلي هتشوف كم مليون عليه طبعا. فهي الجانب الفني مع الجمهور. صحيح. ومش هنقبل اقل من الاداء الروح القتاليه تبقى اكتر من ماتش بيراميدز اللي فات. اتفق مع حضرتك مليون في باذن المية. الله تعالى. طب لو اتكلمنا شويه عن الاستادات، يعني احنا كنا بنلعب مع بيراميدز على استاد القاهره، استاد القاهره اكثر من رائع، وكولر حتى لو حضراتكم اكيد متابعين هو تحدث ان هو يعني نفسه يلعب كل الماتشات على استاد القاهره وكان بيشكر فيه. احنا هنلعب بكره باذن الله مع امبي على استاد المقاولون وليس بالسيء برضو طبعا، بس خليني اعرف هل الاستادات بتفرق في اللعب؟ ممكن تكون يعني عامل ايجابي وعامل سلبي، عامل دافع او عامل يعني ممكن يخلي الفرقه تتراجع او غيره، هل بيؤثر بشكل كبير؟ ده يعني 100% بيأثر. 100% لان التحرك احنا متعودين على الكره على الارض. التمرير والاستلام انا بلعب الكره راس الحربه بيستلمها النجيله لما تكون نجيله كويسه ومستويه، الكره لما باجي اشوطها بتبقى في مكانها يعني بتبقى في مكانها. ما انا ما باجيش اشوطها وتعلى نتيجه ان في ارض عاليه واطيه، فطبعا بالزبط. الملعب بيفرق جدا زي حمام السباحه، واحد يعني بيعوم في مكان وبيعوم في حمام سباحه محترم. طب رايك ايه في استاد المقاولون بكره؟ هل ممكن يؤثر ايجابي ولا سلبي ولا والله اتمنى يكون الملعب كويس، لان طبعا زي ما بتقولي احسن ملعب موجود استاد القاهره. زمان كان استاد القاهره كان بيبقى يعني في التلفزيون تلاقي الملعب مستوى اخضر وجميل، طب انزلي بقى جوه الملعب كان مليان حفر. الحقيقه الفتره اللي فاتت مشكله طبعا، الفتره اللي فاتت اتعمل صيانه قويه جدا، واعتقد ان كولر بيشيد جدا بالارضيه الملعب وحتى الاجواء. الملعب كمان مساحاته كبيره وده اللي بيساعد النادي الاهلي ان هو يبقى ما فيش فرقه بقى واخداكي في مساحه صغيره ويكثف العدد قدام مرماه عشان ما تجيبيش جول، لا في الاستاد القاهره بيبقى المساحه اكبر لان القانون فيه المساحات ديت يعني. رائع جدا. طيب احنا عندنا 5 دقائق فاضله، انا هروح مع حضرتك لملفين بس هناخدهم سريعا جدا، هروح للتحكيم وبعد كده عايزه اروح للملف بقى العالمي والابرز حاليا على الساحه الرياضيه العالميه، وهي طبعا يعني الانضمام بتاع كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي وازاي ممكن ده يفيد الجانب السعودي وجانب كريستيانو رونالدو. خلينا نبدا بالتحكيم. التحكيم عندنا دلوقتي لما اتكلمنا عن الاهلي وبيراميدز كان طبعا الحكم الموجود هو او حكم الساحه هو الحكم اللي حكم يعني نهائي كاس العالم ما بين الارجنتين وفرنسا، وما حدش ابدا اعترض على اي حاجه او اي قرار لان ما حدش يجرؤ خلاص، على العكس لو كان ده
حكم مصري ربما كان في بعض الكرات او القرارات اللي كانت ممكن يتم انتقادها. انا عايز اروح بحضرتك ان لنقطه، هل التحكيم برضو بيبقى شق اساسي من فوز او خساره بطولات او فرق؟ يعني هل ممكن ان احنا نقول احنا ما حصلناش على بطوله لان التحكيم كان سيء وكان في انتقادات معينه وكان في اخطاء معديه اللي هي المسموح بيها مثلا دوليا هي 10%؟ يعني عايز اروح مع حضرتك للنقطه دي تحديدا. طبعا التحكيم مهم جدا، لان انا ممكن جدا، وحتى الحكم البولندي كان في حالتين طرد لابد انه يعملهم ما عملهمش. عشان كده انا بقول فانا فوجئت يا نهاوند ان المرافق بتاعه مين؟ المرافق بتاعه محمد معروف. رأيه كان بقى يعني الله أعلم بقى، أنا مش عايز أظلم ولا حاجة، لكن المرافق بتاعه كان محمد معروف اللي هو أيوة يعني أيوة. بينط لما الفريق المنافس بيجيب جول يعني. فأنا لا أنا ما حبيتش أجي على النقطة دي بس يعني ما علي. لا معلش ماشي ماشي هو ماشي. لما الراجل يخش في ركبة ياسر مرتين كريم شوفي طلع إزاي، إصابة قوية جداً. بس تفسيرك يعني ايه بفكره هنا ان هو فعلا ما حسبش الامور دي عدت كده ومحدش اعترض وخلاص، يعني تفسيرك ليها ايه؟ ما هو ما حدش اعترض، اولا بفضل الله ان احنا كسبنا. الحاجه الثانيه انت المباراه ديت كان في تركيز جدا انك انت ما فيش اعتراض عليه، على الرغم ان برضه في كرات كتيره اللعيبه راحت له تقول له شوف في بنالتي الكره خبطت في ايد الراجل. وفي لاعب بيراميدز اللي كان في النادي الاهلي ومشي اعتقد في كورتين لابد كان يبقى فيه كارت احمر في واحده، لو ما فيش كارت احمر في كارتين صفر كان ممكن يلعبوا ناقصين. ومع ذلك التحكيم مهم جدا. في مره كاس العالم فرنسا طلعت من كاس العالم، دخل كاس العالم نتيجه ان الفرقه اللي هي كانت بتلعبها كوره جت بالايد، هنري اظن جابها بايده ولم تحسب وما اتحسبتش، راحوا كاس العالم ودول ما راحوش. شوف المقابل المادي قد ايه، صحيح، شوف المقابل الادبي قد ايه ان دوله تبقى في كاس عالم نتيجه خطا تحكيمي. صحيح. فطبعا الموضوع ده شائك ومهم جدا ولابد ان هو يتصلح، علشان المغرب وصلت لمرحله احنا مش اقل من المغرب ان احنا نوصل للمرحله دي. مش هيتصلح الموضوع ده الا لما يبقى في تحكيم جيد. هنجيب مين تاني؟ ده محكم نهائي كاس العالم، هنروح لمين؟ طب اديكي يعني شفتي يعني هل الكوره اللي داخل بالستارز؟ لا لا انا بتفق مع حضرتك. طيب داخل بالستارز في الركبه، طب يعني طب يعني زي ما تحسبش دي ده يعني. ملف عايز حلقه بقى كامله حضرتك تنورنا تاني، لان بجد ملف التحكيم محتاج كلام كتيره جدا. هروح معاك لان فاضل دقيقه سريعا، راي حضرتك في هذه الصفقه العالميه الاخيره بتاعت كريستيانو رونالدو. هو يعني نوع من البروباجندا اعتقد، لان هو وجوده بيبقى زي قطر ما عمل كاس العالم، انا بجيب بقى نجم كبير جدا في الدوري السعودي، برضو بيبقى في نوع من المتابعه، في نوع من رونالدو بيلعب في الدوري السعودي، طبعا في مكاسب، اكيد مكاسب ماليه النادي هيعوضها من المبلغ الكبير اللي صحيح هو دافعه. صحيح، حتى يعني اعلنوا دافع كل هتلاقي كل الاعلانات هم واخدين فلوسهم قبل ما يجي يعني من الاعلانات ومن الحاجات ديت يعني. هي عامه الايام اللي جايه طبعا هتبين القرار ده كان رمادي مائل للصواب ولا للخطا لصالح كريستيانو رونالدو تحديدا، لان اكيد على الصعيد الاخر السعودي هو يعني صفقه رابحه بكل المقاييس، لكن نتمنى كمان على الصعيد الاخر كريستيانو رونالدو تكون الافضل، لان هذا النجم يستحق النهايه كمان يعني تليق بتاريخه. كابتن عادل نورتنا كالعاده. شكرا. والله شكرا. العظيم ربنا يخليك. كل سنه وحضرتك طيب، وهنروح لفاصل مع حضرتك أخير خلاص، ونرجع بقى لآخر فقرة وحنورنا فيها الدكتور علاء الدين أحمد والفقرة الطبية. خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة، وهي الفقرة المحببة لدى يعني ناس كتيرة جدا بتستناها عشان كمان النصايح اللي بتيجي من هذه الفقرة. والنهاردة هنتكلم تحديدا عن أهمية المكملات الغذائية لصحة هنا العظام والمفاصل تحديدا. احنا دايما يعني من أكتر وأهم الحاجات اللي تقريبا بتهم أي يعني شخص إن هو كان يكون عنده صحة جيدة، وأنه كمان يعيش حياة سلسة ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش أمراض، ما فيهاش أي أثار سلبية، أي برضو حاجات موروثة من أمراض مختلفة. نحاول أن احنا زي ما بتقال كده الوقاية خير من العلاج، نحاول احنا نتلاشاها نتجنبها. طيب هنعمل ايه؟ وخصوصا فكرة هنا ألام العظام والمفاصل من الألام اللي بتبقى مزعجة جدا، يعني بتبقى مزعجة جدا ولأصحابها وللعيلة كلها حتى، لأن طبعا انت بتحتاج ان انت تخلي بالك من الفرد اللي عنده مشاكل في العظام،
في المفاصل، وكمان للاسف الشديد ممكن ان النتيجه لو كانت سلبيه وما خدناش بالنا ممكن في الاخر تؤدي الى تغيير مفصل، وتغيير المفصل ده الامه فظيعه وفي نفس الوقت تكاليفه عاليه جدا. ازاي ممكن ما نوصلش لهذه المرحله ونخلي بالنا وارشادات تبقى من البدايه، وازاي يبقى في فيتامينز الواحد ومعادن يحصل عليها ويقدر ان هو يتلاشى كل هذه المشاكل؟ كل ده هنعرفه، الاجابات على كل الاسئله اللي انا طرحتها دي هنعرفها من ضيفنا العزيز جدا اللي منورنا، دكتور علاء الدين احمد المستشار الطبي لشركه بيكس فارما. صباح الفل والخير على حضرتك. بونجور يا فندم. اهلا وسهلا. اه بونجور دي كلمتي. شفت ازاي؟ ما احنا لا متابعنا بقى. بس حضرتك انا خدت منك بونجور وحضرتك خدت مني المفاصل والعظام والمكملات الغذائيه. شفت الفرق بقى؟ شفت بقى احنا خلاص بنتبادل الادوار. بس خليني الاول افكر حضرتك احنا الحلقه اللي فاتت نهيناها بايه؟ اه اللي كانت يوم الاثنين اللي فات. حضرتك فاكره احنا نهيناها بايه؟ احنا بأني موضوع احنا اتكلمنا فيه كتير. بص احنا نهيناها ان الوقايه خير من العلاج. انا فاكره. انا فاكر كويس قوي نهيناها بان احنا نتمنى النصر للاهلي وده تم. ده خارج الموضوع الطبي يعني، انا بفتكرت حاجه طبيه. والنهارده بنتمنى ان شاء الله بكره الاهلي النصر، وان شاء الله تعالى انا بتفائل بحاجه وحاجه بتفائل بيه، فان شاء الله بقى بكره ان شاء الله نحتفل بفوز الاهلي في المباراه باذن الله يا رب. باذن الله احنا متفائلين ب 23 كده على كل الاصعده ان شاء الله. حضرتك اثرتي في ثلاث عبارات، حضرتك اثرتيهم، اثرت المكملات الغذائيه واثرت العظام واثرت المفاصل. خلينا بقى نعرف الثلاثه كده قبل ما نخش في موضوعنا. يعني ايه مكمل غذائي؟ من اسمه ان انا بديك مستحضرات متكامل للنظام الغذائي بتاعك. ليه؟ لان هو الغذاء هو الاساس اللي بيمد حضرتك بكل العناصر والفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائيه اللي انت محتاجها علشان تقدر تقوم بالنشاط الحركي بتاعك، سواء كان نشاط حركي خارجي او نشاط حركي داخلي. يعني حضرتك تخيلي لو حدش بياكل مش قادر يتحرك من سريره، تمام؟ فاذا المكمل الغذائي ده هو مستحضر بيمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائيه الاساسيه لجسمك اللي انت ما بتقدرش تاخدها بكفايتها او بالجرعات المطلوبه او كميات المطلوبه من الغذاء. على فكره هيئه سلامه الغذاء بتصنف اي فيتامينات ومعادن في صوره مكمل غذائي كانه طعام. عشان كده تلاحظ ان في بعض البلدان الاوروبيه او امريكا بتلاقي الفيتامينات والمعادن محطوطه في السوبر ماركت لان هو بقى بيعتبره اكل. اوكي تمام. حضرتك اثرت العظام واثرت المفاصل. هنربط ما بين المكملات الغذائيه والعظام والمفاصل. خلينا اول نعرف يعني ايه عظام. هو العظام ده جزء من مكونات الجسم، الهيكل العظمي. هو ليه دور مهم جدا، هو بيحمي من ضمن الادوار الوظيفيه بتاعته ان هو بيحمي ساعات الاعضاء الداخليه للجسم. يعني القفص الصدري ده جزء من تركيبه الهيكل العظمي، بيحمي القلب، بيحمي الرئه، بيحمي الكبد، بيحمي المعده. المفاصل هو اي عظمتين بيلتقوا ببعض عن طريق الاربطه والغضريف بيسموها ايه؟ مفصل. مفصل ركبه، مفصل كتف، مفصل حوض، تمام؟ اللي هي السائل يعني. لا، السائل ده اللي هو بيبقى موجود ما بين الغضاريف. اه انت فعلا العظمتين بيلتقوا ببعض عن طريق الاربطه والغضاريف، ده بيسموه مفصل. السائل اللي موجود بين الغضاريف ده اللي حضرتك بتقول عليه. اوكي تمام. وده ممكن ينقص برضو ينتج عنه مشكله. ده اللي احنا هنتكلم فيه. اوكي خلينا ناخد الموضوع بقى من اوله كده. تمام. مكمل غذائي يعني انا الجسم عندك اصبح لا ينتج الفيتامينات والمعادن بالكميات الكافيه. طب العظم هو الاساس في تركيب العظم، هو ايه؟ الكالسيوم. صحيح. الكالسيوم والفسفور. الكالسيوم هو اللي بيكون العظم والفسفور هو اللي مسؤول عن قوه العظم، تمام؟ يبقى الكالسيوم ده المفروض ان انت بتاخده من صغرك في صوره الاكل بتاعك. يعني المفروض ان احنا بناخد في اليوم 1200 ملي جرام من الكالسيوم، وده ما بيحصلش، اللي هم بيسموه ثلاث وحدات من منتجات الالبان، لان الالبان هو المصدر الاساسي للكالسيوم. فبتيجي عند سن ال 30 وال 40 وال 50 بتلاقي عندك هشاشه في العظام، لان انت ما خدتش الكالسيوم الكافي بتاعك من صغرك، تمام؟ فانا محتاج ادهولك في صوره مكمل غذائي، تمام؟ بس هو قبل الكالسيوم في عندي مشكله تانية اكبر، وهي مشكله فيتامين دي، لان فيتامين دي ده هو المسؤول عن امتصاص وترسيب الكالسيوم في العظم. يعني انا لو عندي ديفيشنسي او عندي نقص في فيتامين دي، ايا كان اللي بتاخد الكالسيوم بتاعك مش هيترسب في العظم. يبقى لازم الاول حاجه احللك مشكله فيتامين دي. عشان كده بنتكلم على اول مكمل غذائي بتاعنا اللي هو الفيتي بيكس. الفيتي بيكس ده هو تركيز الفيتامين دي فيه 2000 وحده دوليه. على فكره احتياجات الجسم في اليوم من 2000 ل 4000. يعني ايه وحده دوليه؟ ما هو الناس مش هتفهم. ده القياس، ده القياس بتاع. اه عشان كده بقول لك المصطلحات الطبيه دي الناس يعني مش إيه؟ هتفهمها. يعني ايه مثلا؟ زي مثلا 50 جرام 30 جرام. أوكي. هي الوحده القياسيه بتاعته كده. تمام. هو بس يهمني الساده المشاهدين يعرفوا ايه؟ ان هو احتياجاته في اليوم المفروض ياخد 4000.
من 4000 ل 5000. واحنا من الاكل ممكن نحصل على كام تقريبا؟ بس احنا ما بنحصلش على كده، لان هو اصلا احنا لا نتعرض لاشعه الشمس، لان اشعه الشمس هي المسؤوله عن تحرير فيتامين د. بس انا اصلا ما باخدش اكل فيه فيتامين د. يعني على سبيل المثال اكبر مصدر اساسي الفيتامين د هو مثلا صفار البيض، هو عصير البرتقال، ده ما احنا ما بناخدوش بالكميات الكافيه بتاعتنا، بالاضافه ان احنا لا نتعرض للشمس بالكميات الكافيه. فبقى اصبح عندنا نقص في فيتامين د، يبقى لازم الاول احلل لك نقص في فيتامين د. هو التعرض للشمس ده عفوا هنا لا بمعنى ان انا اقعد في الشمس عادي ولا لازم جلدي يكون متعرض للشمس؟ مش بس وشي وايدي. ده سؤال في منتهى الاهميه، وده الهدف الاساسي من الفقره بتاعتنا، احنا ازاي ندي للساده المشاهدين الثقافه. اولا التعرض لاشعه الشمس هو الشمس بتاعت الصبح والشمس بتاعت الغروب. والتعرض الشمسي بيبقى حضرتك تتعرض بتعريض مباشر، بس يعني مثلا حضرتك لو تفتكر زمان الاطفال كان بيتعاني من الكساح او عندها تقوس، يقول لك لازم تحط رجله في الشمس. هو المقصود برجله في الشمس ايه؟ ان انا بعمل حاجتين، ان انا عايز احرره فيتامين د، وعايز بالتالي اي كالسيوم هياخده هيمتص. تمام؟ وعلى فكره الناس الكبيره برضو بينصح ان هي تعرض جسمها للشمس، ركبها، المفاصل، اي مشكله في العظم. تمام؟ يبقى احنا دلوقتي انا اديتك عن طريق الفيتا بيكس اللي هو ال 2000 وحده دوليه، وعلى فكره دي جرعه وقائيه. يعني ايه؟ يعني انا بديها لك، انا مش مستنيك تعاني من نقص او اعراض نقص فيتامين د، انا بدي لك حاجه وقائيه، بتاخد قرص واحد بعد الفطار. طب لو انت بتعاني من اعراض فيتامين د او عندك مشكله في العظم، بتاخد قرصين مع بعض. يبقى اول حاجه انا ظبطت لك فيتامين د عن طريق الفيتا بيكس اللي هو القرص او القرصين اللي هم بعد الفطار. طيب دلوقتي احنا هنروح بقى للعظم اللي هي مشكله الكالسيوم، لان انا خلاص حليت لك مشكله العظم، لازم احل لك مشكله الكالسيوم. تمام. مشكله الكالسيوم ان احنا اتفقنا ان هو احنا ما بناخدش الجرعات الكافيه بتاعتنا. تمام؟ عشان كده انا حطيته لك في صوره المكمل الغذائي الثاني بتاعنا اللي هو سيت زيت بيكس، واحنا اتفقنا ان هيئه سلامه الغذاء قالت المكمل الغذائي ده طعام، يعني انا بعتبر النهارده بديك طعام. خلي بالك، وعلى فكره هيئه سلامه الغذاء دي تابعه لمنظمه الفاو تحت اشراف هيئه الامم المتحده. طبعا يعني عايز اقول لحضرتك ايه؟ هم خلاص اقروا ان اي مكمل غذائي بيحتوي على فيتامين عدل هو طعام. فانا بديتك الطعام بصوره مبسطه، يبقى دلوقتي بديك الكالسيوم في صوره السيتي زيت باكس 1350 ملي جرام من الكالسيوم، ومحطوط في صوره كالسيوم سيتريت. وليه اتحط في صوره كالسيوم سيتريت؟ لان وجدوا ان الكالسيوم الاشكال الاخرى من الكالسيوم الموجوده في السوق بتاثر في المعده وبتاثر في المعنى. يعني حضرتك لو خدت مثلا الكالسيوم في صوره كالسيوم كربونات، حضرتك لما بتاخديه معدتك بتوجعك، ممكن تخش في امساك. انا حليت كل هذه المشكله في صوره الكالسيوم سيتريت. وبرضو احنا الريفرنس بتاعنا هنا المنظمه، مثلا منظمه الصحه العالميه، يقول لك ان هو كبروتوكول بيتاخد الكالسيوم في صوره كالسيوم سيتريت فوق سن ال 40. يعني اي حد فوق سن ال 40 انا بدور الكالسيوم في صوره كالسيوم سيتريت. طب ليه ما المشكله ممكن تبقى موجوده عند ناس تحت ال 40 برضه؟ لا ده هو ده اي حد عنده المشكله بعد قبل سن 40 ياخدها، انما هو حتى لو عنده المشكله كوقايه بعد ال 40 بياخد كوقايه بعد، عشان بس ان نوضح ده للناس. بس في صوره كالسيوم سيتريت تمام، باخد قرص بعد الغداء. يبقى احنا كده حلينا مشكله العظم، بس حضرتك اثرت مشكله مهمه جدا وهي مشكله المفاصل. وحضرتك اثرت في المقدمه بتاعتك ان احنا لو ما تعالجناش او ما تعملناش مع المفاصل كوقائي نخش خشونه الركبه، ونخش ان احنا تغيير مفصل، وعمليه مكلفه جدا والمشكله تغيير مفصل ومؤلمه جدا. بالظبط كده. وجدوا ان جسم الانسان فيه ثلاث مواد هم بينتجهم وهم المسؤولين عن صحه الاربطه الغضاريه. الجلوكوزامين والكوندروتين والهيرونيك اسيد اللي هو الساحه قلت عليه. ناخد الاول الهيرونيك اسيد. الهيرونيك اسيد ده المشكله مع تقدم في السن او مع الحركات الرياضيه الخاطئه. عشان كده ممكن تلاقي الرياضي يقول لك انا عندي مشكله في قطع غضروف مثلا. هو ايه اللي حصل؟ السائل اللي هو الهيرونيك اسيد ده بين الغضاريف ايه اللي حصل؟ ابتدى يقل لحد ما الغضاريف ابتدت تاكل في بعض، ودخلنا في مرحله خشونه الركبه. وعلى فكره الهيرونيك اسيد ده اوريدي الجسم بينتجه، بس اصبح لا ينتجه بالكميه الكافيه عشان تحافظ على نسبه الهيرونيك اسيد ما بين الغضاريف. ده هنتكلم كده على المكمل الغذائي التالت بتاعنا اللي هو الجوينت بيكس. الجوينت بيكس هو مصدر من مصادر الهيرونيك اسيد بصوره صوره مكمل غذائي. طيب احنا كده ايه، انا سهلت لك حركه المفصل عن طريق السائل ده. عشان كده تلاقي في ناس يقول لك ايه، انا بسمع صوت طقطقه في الركبه. خلي بالك صوت طقطقه في الركبه ده يعني السائل قل، واحنا داخلين في مرحله خشونه الركبه اللي بتسبق مرحله تغيير المفصل. خلي بالك. طيب الجوينت بيكس عمل ايه تاني؟ قال لك انا هديك الكلوكوزامين والكوندروتين في صوره جوينت بيكس. كلوكوزامين حطه في الجوينت بيكس بتركيز 500 ملي جرام، وعلى فكره احتياجات الجسم في اليوم 1500، يعني المفروض الجسم ينتج لي 1500 ملي جرام من الكلوكوزامين، وده ما بيحصلش نتيجه للعادات الغذائيه الخاطئه. عشان كده انا حطه لك في صوره ايه؟
مكمل غذائي، وانت فاهم مكمل غذائي يعني ايه؟ يعني طعام. انا حطيتك الكلوكوزامين في الجوينت باكس بتركيز 500 مللي جرام. عشان كده انا لو وقائي هتاخد قرص واحد في اليوم 500 مللي جرام. يعني انت بتمارس رياضه او الست اللي في البيت بتعمل اعمال منزليه صعبه شويه، بقول لها خدي قرص جوينت باكس قبل ما تنامي ومش هتعاني من هذه المشكله. يبقى طيب ناخد الدوزز بتتاخد ازاي عشان الناس تبقى عارفه ايه اللي قبل الفطار، ايه اللي بعد الفطار، ايه اللي قبل النوم. بس انا عايز اخلص حاجه في الجوينت باكس بسرعه كده. هو في ماده الكلوكسامين والكوندروتون دي برده مسؤوله عن صحه الاربطه والغضاريف بتركيز 100 مللي جرام. في اخر حاجتين في الجوينت باكس اللي هو مستخلص الجنجر ومستخلص الزنجبيل، وده مسكن الالام وبيحافظ على كفاءه الدوره الدمويه في منطقه المفصل. اخر حاجه في الجوينت باكس اللي هو مستخلص البرومالين اللي هو مستخلص الاناس، ده مضاد للتورم. الناس اللي هي اوريدي عندها مشكله في المفصل ممكن تلاقي منطقه المفصل دي فيها تورم. سؤال حضرتك مهم جدا، الجرعات. بما ان احنا بنتكلم على كورس يبقى لازم اقول لك الجرعات بتاعته ازاي، وهل بتختلف من كيس لكيس من سن لسن ولا لا؟ السؤال ده في منتهى الاهميه. حضرتك في ارقام تليفونات موجوده على الشاشه، انت لما بتتصل كول سنتر ناس متخصصه بيردوا عليك بيسالوك بعض الاسئله وساعتها بيحددوا لك الجرعه، هل هي جرعه علاجيه ولا جرعه وقائيه؟ اذا يعني في حاجه وقائيه وفي حاجه علاجيه. احنا اتفقنا الوقائيه خير من العلاج. بالظبط. طيب الوقائيه يعني انت مش بتشتكي بس انا مش عايزك تشتكي من مشكله مفاصل او العظم. طيب بناخد قرص فيتا باكس بعد الفطار، وبناخد قرص سيت زيت باكس بعد الغداء، والجوينت بيكس بخليه بعد العشاء. هو ليه كلهم بيكس في الاخر؟ عشان الشركه اسمها بيكس فارم. اوكي. تمام. ده مش اسم يعني الانجريدينت. لا نفسه. هو الاسم التجاري اللي موجود في السوق جوينت بيكس. تمام. سيت بيكس، فيتي بيكس. يعني حضرتك لما تروح تسال عليه في الصيدليات او في المستشفيات موجود بهذا الاسم. اوكي. تمام. وبيكس فارما جاي منين برضه؟ ده لا شركه بيكس ده يعني داخل فيها. انا افتكرت حاجه ليها علاقه يعني حاجه طبيه او. لا هو الجوينت بيكس ده الجوينت ده هي حاجه بالمفاصل والبيكس ده اسم الشركه. اوكي تمام. طيب. يبقى احنا لو بنتكلم على وقائي بناخد قرص فيتا بيكس بعد الفطار، وبناخد قرص زيت بيكس اللي هو الكالسيوم بعد الغداء، وبناخد جوينت بيكس بعد العشاء. طب لو حاجه علاجيه باخد 2 قرص فيتا بيكس اللي هو فيتامين د بعد الفطار مع قرص قلب ملتفيتو، هنتكلم على قلب ملتفيتو دلوقتي حالا، وقرص سيت زيت بيكس بعد الغداء، وقرصين جوينت بيكس بعد العشاء. يبقى قرصين لو انت اوريدي بتشتكي من اعراض الام المفاصل. طب احنا هنا في الكورس بتاعنا حضرتك لو تلاحظي على الشاشه موجود القلب مالتي فيت، والقلب مالتي فيت هي الحلقه الاساس مبنيه عليه النهارده. بس قبل ما نخش على القلب مالتي فيت احنا قلنا الكورس عامل ازاي، ده للاعمار كلها. من اول صح كده؟ سن 12 13 سنه. تمام. خلي بالك هو ده والجرعه على الاعمار كلها. سواء انت عندك مشكله او ما عندكش مشكله. حضرتك مش ملاحظه ان الاطفال اللي بتلعب وتمارس رياضه ساعات بتشتكي من مشكله في الركبه او حتى لعيبه الكوره ممكن يقول لك انا عندي قطع في الغضروف، ممكن عندي قطع في للاسف فعلا دلوقتي بقت كمان منتشره بشكل كتير. لعب غلط في الجيم بيتمرنوا غلط، حاجات زي كده. ممارسه رياضه بصوره مستمره على فكره الموضوع بعنف في اساس في التغذيه من الصغر، وعشان كده تلاحظي ان في بعض الناس بيجي لها قطع في الرباط الصليبي وبعض الناس ما بيجيلهاش. ايوه. مع ان هما الاثنين بيلعبوا في نفس المكان بس دي نشأة التغذيه بتاعته. عشان كده الجوينت بيكس بدولك كوقائي، يعني انت لو مش عايز تخش مني في مرحله الغضاريف وخشونه الركبه وساعات في مشكله الرباط الصليبي خد قرص جوينت بيكس تخليه روتيني معاك. الحلقه النهارده حضرتك اثرت في مقدمه حضرتك المكملات الغذائيه والفيتامينات والمعادن. عشان كده عندنا المكمل الغذائي الرابع بتاعنا اللي هو القلب مالتي فيت. والقلب مالتي فيت احنا اتفقنا هو ده تبقى طعام مش صح؟ يعني انا بديك اكل في صوره قرص بما ان هو مكمل غذائي وفيتامينات ومعادن. حاجه تلاحظ ان القلب مالتي فيت هو من المالتي فيتامينز النادره اللي في السوق اللي بيحتوي على 13 عنصر من العناصر اللي انت بتحتاجها. زمان لما كان مثلا مريض السكر عايزين نكتب له فيتامين بي نروح كاتب له فيتامين بي لوحده. طب هو كمان محتاج ياخد حاجه للمناعه نكتب له فيتامين سي لوحده. طب هو محتاج حاجه كمان ترفع كفاءه الجهاز المناعي بتاعه روح كاتب له زنك لوحده، او لو عندها مشكله في الشعر او لو عندها مشكله في البشره نكتب لها حاجه خاصه بالبشره. كل ده احنا جمعناه في مستحضر واحد اللي هو القلب مالتي فيت. القلب مالتي فيت بياخد قرص بعد الفطار، وعلى فكره من اهم المكونات الموجوده في القلب مالتي فيت اللي هو الفوليك اسيد اللي هو مسؤول عن فقر الدم. على فكره هو المصدر الاساسي للحديد، هو المفروض ان انا باخد مثلا سي لحمه الكبده السبانخ البلح ما باخدش كميات الكافيه فبالتالي ممكن اعاني من نقص الحديد، فانا بديهولك في صوره اكل بسيط اسمه القلب مالتي فيت.
كويس جدا. واب مالتي فيت ده الجرعه بتاعته ثابته بقى، لان احنا ما بنتكلمش هنا. لا لا انا بديك حاجه اخويا، بناخد قرص بعد الفطار مع الفيتا بيكس، عشان كده احنا ربطنا الاثنين مع بعض. على فكره هو اللي كان ناقص، الحاجه الوحيده اللي ناقصه في الاب مالتي فيت فيتامين د اللي انا اديتها لك في الفيتا بيكس. طيب ازاي برضو نحصل على الكورس ككل؟ يعني هل مثلا موجود في كل الصيدليات في المحافظات كلها؟ هل الارقام على الشاشه بتوصل؟ ولو بتوصل بتوصل للمحافظات كلها؟ يعني خلينا برضو عشان الناس تطمن. من اسوان لورس مطروح الكورس هيوصلك. في ارقام الشاشه موجوده، الارقام التليفونات موجوده على الشاشه دلوقتي، حضرتك بتتصل. اتفقنا الكول سنتر ناس متخصصه بترد عليك، بتسالك شويه اسئله، وفي الاخر بتحدد لك الكورس والجرعات وبيوصل لك لحد بيتك. وعلى فكره موجود هذا الكورس في بعض المستشفيات الكبرى، وده دلاله على الثقه في الكورس. هو هنا على فكره هو كورسين مش كورس واحد، كورس المالتي فيتامينز اللي قلب مالتي فيت، وكورس العظم اللي هو عباره عن جوينت بيكس، الفيتا بيكس والسيتيز بيكس. طب هل ممكن حد يجي يقول لك ده كده حاجات ادويه كتيره، انا همشي بادويه كتيره، مع افرض انا بسافر بروح باجي برضه ترد عليهم ازاي؟ بس انا اتفقنا مش ادويه، احنا بنتكلم على مكملات غذائيه. مكملات غذائيه وفيتامينز وحاجات وقائيه وغيره. هو انت المفروض الحاجات اللي تاخدها على مدار يومك في الاكل، ما انت ما بتاخدهاش بالكميات الكافيه، هو اصبح جزء بيكمل الاكل بتاعك. يعني انت بتاكل، لو انت ما بتاكلش هيبقى عندك مشكله، انا بقول لك كانه جزء من اكلك. بقى حابت عندك علشان ما تعانيش من مشكله هشاشه عظام وبعد كده كسر في العظام او تغيير مفصل او خشونه ركبه. يعني عايز اقول ان هو جزء من اكلك دلوقتي. هايل جدا. طيب لو انا اتكلمت برضو معاك، لان بتيجي اسئله مختلفه بحاول ان احنا نجمعها مع بعض. يعني هل ممكن حد مثلا يقول لك انا باخد مالتي فيتامين مختلف غير الب مالتي فيت، بس انا برضو عايز اخد الب مالتي فيت مع المكمل الغذائي التاني اللي انا باخده عشان الدوزز بتاعته مناسبه، هل ده امن ولا لو انت هتاخد مكمل غذائي واحد يبقى هو تكتفي بالب مالتي فيت؟ لا بص حضرتك، السؤال ده في منتهى الاهميه. يعني مثلا هديك مثال في الالب مالتي فيت، الجرعه بتاعته 500 ملي جرام من فيتامين سي. ما ينفعش تكون انت بتاخد فيتامين سي من مصدر تاني وتاخد الالب مالتي فيت او العكس. لان فيتامين سي لما بزيد الجرعه زياده على اللزوم ممكن تدخلني في حصوات. وبعدين ما انا حليت لك المشكله دي كلها، انا اديتك مجموعه فيتامينات ومعادن في قرص واحد، يبقى مع احترامي لاي حاجه تاني انت هتاخد الالب مالتي فيت، انت خدت كل الفيتامينات بالجرعات اللي انت محتاجها. يعني مثلا الزنك في الالب مالتي فيت 23.9، هو الجسم محتاج في اليوم 23.9. فيتامين سي 500 ملي جرام، هو الجسم محتاج 500 ملي جرام، وهكذا. فهو لا، انا لا احبذ انك تاخد مصدرين مختلفين لفيتامينات ومعادن. انما ممكن تاخد حاجه تاني مكمله، يعني مثلا تاخد اوميجا 3 اوكي مش موجوده في القلب، ما تاخدها. اديتك الفيتا بيكس فانت مش هتاخد فيتامين دي تاني، لان انا اديتهولك مع القلب مالتي فيت صوره فيتا بيكس. حلو جدا. كمان ده ممكن يكون مفيد للناس اللي هي فئات مختلفه بقى، الناس البنا، السواقين اللي بيسافروا على طرق مختلفه، بيبقى الواحد محتاج حاجه تديله نشاط تديله طاقه. فاحنا بنتكلم على الاب مالتي فيت والكورس بتاعه هو يعني يعتبر زي ما بتقال كده الاساس في الموضوع ده، بدل ما يروح بقى البعض بيلجا لحاجات وعقاقير ممنوعه وبتدخل تحت السجل فكره ان هو مخدرات او مخدر وحاجات زي كده. هو ايه اللي بيحصل؟ هو عنده، هو ما بياكلش كويس، فبقت الفيتامينات والمعادن عنده قلت، فابتدى يحصل يقول لك انا مرهق انا تعبان. فيبتدي ياخد حاجه تسهره وبحكم شغله طبيعي شغله. انا بقول له ما احنا اتفقنا، مش انا اللي بقول، ان هيئه سلامه التغذيه بتقول ان المكمل الغذائي الذي يحتوي على فيتامينات ومعادن هو اعتبره طعام. فانا اديتك اكل على فكره، بس ادوك في صوره مبسطه، خدت قرص بعد الفطار بتاعك يبقى كانك كلت وجبه متكامله من الفيتامينات والمعادن، او بتحتوي على فيتامينات ومعادن، او بتمد الجسم فيتامينات ومعادن. الجأ للحاجات الطبيعيه، ما الواحد ما يلجأش للحاجات اللي تندرج في قائمه المخدرات والحاجات اللي زي كده. يعني الواحد ما يضيعش نفسه بصراحه بالشكل السريع ده او البسيط ده زي ما بيتقال. احنا اتفقنا الفقرات بتاعتنا الوعي مهم، يعني اللي هي الثقافه بالظبط، الثقافه التغذائيه. يعني النهارده طلعنا بان المكمل الغذائي هو طعام، مش انا اللي بقول، برضو هيئه سلامه التغذيه بتقول كده. فبان انا بديك طعام، كان انت يقول لي اصل انا ما بفطرش كويس، فانت ما خدتش في الفطار بتاعك الفيتامينات والمعادن المفروض تاخدها، فبقى جسمك مرهق بقيت تعبان عايز حاجه تصحيك. بقول لك لا، انا هديك حاجه طعام في صوره قرص تاخده بعد الفطار بتاعك.
الواحد على قد ما يقدر بيحاول ان هو يدي النصايح والارشادات طبعا. اللي تفيد كل الساده المتابعين، واللي في الاول وفي الاخر بتصب في مصلحته يعني، ومن ناحيه الصحيه الواحد لازم يهتم. زي هنرجع نقول تاني، الوقايه خير من العلاج. الواحد ما يسيبش نفسه لغايه لما يجي له مشكله حقيقيه. الواحد ممكن فجاه تلاقيه وقع من طوله، ده يبقى راجع لنقص فيتامينز كتيره جدا وسوء تغذيه وبتاع. لا احنا هو تعديل لكلامك، بس قبل ما ننهي، هو الفيتامينات والمعادن مش بتظهر فجاه، ده حاجات تراكميه طبعا. يعني انت قعدت على مدار سنينك ما بتاخدش الفيتامينات والمعادن بالصوره الكافيه، فبيحصل عندك نقص فيها، فبتبتدي تعاني من خلاص بقى الاعراض بتاعت نقص الفيتامينات والمعادن. طيب خليني برضو اكد على حاجه، وهي قبل ما نختم عايزه اكد على الصحه النفسيه والعصبيه، ضربات القلب، كل الحاجات دي الفيتامين ممكن ان هو يظبطها لنا، يحسن المود طبعا. حاله النفسيه تتحسن. كان تحديدا على الالب مالتي فيت هنا. لا احنا هكلمك على الكورس كله. اوكي. فيتامين د هو العامل المشترك في ان انت لو عندك نقص فيتامين تخش في كآبة، تخش في قلق، تخش في توتر، تخش في الواحد يبقى قاعد مش عارف مشكلته ايه، مفيش حاجه يقول لك انا فجاه متضايق. على فكره انا على المستوى الشخصي ماشي على الفيتابيكس على فكره. ليه؟ لان احنا كلنا بنعاني من نقص فيتامين د. صح. لو رحت عملت في التحليل هتلاقي كده. يعني مثلا حضرتك اثرت الاعصاب، ما هو المصدر الاساسي في الاعصاب هو نقص فيتامين بي 12، فانا حطيت لك في القلب مالتي فيت. تمام. على فكره الزنك من ضمن الحاجات اللي بتحسن من الحاله المزاجيه، انا حطيته لك في القلب مالتي فيت. يعني عايز اقول لك ان المكمل الغذائي هو بيقيك من حاجات كتير قوي، تخش بقى في نقص فيتامينات وتخش في كآبه واكتئاب وتوتر والحاجات دي كلها عن طريق الكرسي بتاعنا. هو برضو الجوينت بيكس على فكره، هو بتاع المفاصل ده، ما هو اللي عنده مشكله في المفاصل والعظام بيبقى يعاني نفسيا مش كويس. طبعا. دكتور علاء كالعاده اكيد نورتنا واستفدنا جدا من حضرتك، شكرا ليك جدا. ان شاء الله نحتفل يوم الاحد بانتصار الاهلي ان شاء الله. طبعا يا رب باذن الله. احنا ابتدينا الاسبوع باخبار حلوه وفرحنا بالنادي الاهلي، يا رب كده كمان باذن الله في الماتشات القادمه والويك اند، ونرجع بقى يوم الاحد ونقول باذن الله صباح النصر مره ثانيه زي ما الاهلي هو اللي معودنا نقول كده. بشكر حضراتكم، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده يوم الاحد انا وكريم، و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.